ازي حضراتكم يا شباب؟ ان شاء الله هنكمل المحاضره بتاعه البلاند سيميوليشن يوزنج اوتوكاد بلاند 3D. اتعلمنا في المحاضرات اللي فاتت جزء البايبنج، وبدانا نتكلم يعني ايه بايب ويعني ايه فيتنج، واتكلمنا عن انواع الانبوهات اللي موجوده وعن انواع التهابات وعن انواع الكروس، وعرفنا يعني ايه بوت ويلد فيتنج وثريدد فيتنج وسوكت ويلد فيتنج، وتعرضنا للسواج والبايب نيبلز، و كنا تعرضنا برضه للايف بلاكس اللي هي السبيكتيكال بلايند لو حضرتك تفتكروا، والسبيسر البلاد البادر والسبيسر. كنا المره اللي فاتت كانت المحاضره كلها معظمها نظري، كان فيها تفاصيل كتير جدا، فسيبنا جزئين مهمين جدا هو مطلوب النهارده. اول حاجه اللي هي الفنجات، وتعمل حاجه اللي هي البروف، وبعدين هنرجع للبرنامج. ان شاء الله هنبدا النهارده بالفرنجات، بس حابب اسمع من الشباب لو حد عنده اي مشاكل في الكلام اللي احنا قلناه الفتره اللي فاتت نغطيه قبل ما نمشي. فلو حد عنده اي استفسار عن اي حاجه يا ريت يتفضل، بخصوص البرنامج وبخصوص المحاضرات اللي فاتت كلها. اللي عنده اي استفسار يا ريت يتفضل. كنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت، وقلنا انه عندنا اصطلاحات او عندنا استاندرات بنشتغل عليها، لانه الموضوع مش عايزينه يبقى مفتوح على البحري، انه اللي عايز يصنع اي حاجه فيبدا يعمل ديزاين كالكوليشن بتاعته ويقدم لنا لوحه ولا يصنعوا لي دي، فده هيبقى المصنع واقف مستني المهندس يطلع اللوحه بتاعته. فالعالم كله توجه، دول العالم كله توجهت لصناعه الاستاندرات، ان يبقى عندك ستاندرد بيوصف الريكويرمنت بتاعك. واتكلمنا عن حاجه اسمها الازمي وحاجه اسمها الاستم، وقلنا ان في ستاندرات كتير جدا لكن محور اهتمامنا احنا في المنطقه العربيه هو دايما بيبقى لازم ستاندر والاستم ستاندر. في شغل البايبنج تحديدا على النقيض مثلا في الاستراكشر ستيل احنا بنشتغل على الستاندر الاوروبي. نرجع لموضوعنا. تعلمنا المحاضرات اللي فاتت البايبس والبايب فيتنج، واتكلمنا عن البايب وانواعها والاند كونكشن بتاعتها بتبقى شكلها ايه، ولو هي بيفل اند ولو هي بلين اند. اكيد الشباب فاكرين الكلام ده. ان شاء الله النهارده هنتكلم على اهم بارت في الاجزاء الميكانيكيه كلها، وهو اكتر بارت فيه تفاصيل شويه اللي هو الفلانجات. الفلانجه ما هي الا وسيله لربط بايب ببايب، واحنا بنلجا للفلانجات في براكتس كتير جدا. يعني لو عندك هازارد اريا منطقه خطيره شويه وعندك مشكله فيها ومش قادر تلحم او مش قادر تعمل هوت ورك يعني تولع او هيبقى في الحام هيبقى في تقطيع، فبنعملها فلانج كونكشن. يعني ايه؟ يعني البايب ملحوم فيها فلانج وفلانج، وبنروح نجمعها بمسامير وخلاص. عندنا مثلا انترنال لايننج او دهان للبايب من جوه، والانترنال لايننج ده محتاج طول معين ما يزيدش عنه، يعني مثلا سي 10 متر او 12 متر، اكتر من كده الارنجمنت بتاعت الدهان نفسها ما بتشتغلش. فبنعمل ايه؟ بنعمل الفلانج كونكشن دي ان احنا نعملها بالسكولات، وكل سكوله لها طول محدد، بحيث ان انا ابقى ابليكابل ان انا اعمل عمليه الدهان دي، لان انا لو قفلتها في الموقع وجيت اعملها مش عارف اجيبها. الفلانج كونكشن من اكثر الكونكشنز اللي احنا بنعملها في الواقع لاستمراريتها وسهوله المينتنانس وسهوله الفك والتركيب بتاعها، ولو خطوط مثلا فيها ماتريال قبل للتسلط او للتصلب بيبقى عندك مثلا فلانج كونكشن وتفكها وتدفع الخط وتنضفه من جوه وتقفلها تاني وهكذا، يعني ما تحضرش الماتريال، خصوصا ان الماتريال غالي جدا والحاجات دي غاليه غاليه يعني. النهارده هنبدا نتعلم على انواع الفلانجات. عندنا خمس انواع رئيسيه من انواع الفلانجات. عندنا حاجه اسمها الويلد نيك فلانج وهوريها لحضراتكم واحده واحده. عندنا الستيب اون فلانج، عندنا البلايند فلانج، 3 دي فلانج، سوكت ويلد فلانج، والاثنين دول هنتعرض لهم. هم اللي فاتوا. طيب اول نوع عندنا حاجه اسمها الويلد نيك فلانج. الويلد نيك فلانج دي شكل ايه يا باشمهندس؟ اوري لحضرتك الفلانجه. صوره دروكس. شوف دي الويلد نيك فلانج. دي فلانجة اسمها ويلد نيك فلانج، هي فلانجة عادية خالص زي ما حضرتك شايف كده، وطالع منها زور زي ده كده، ومن جوه هو يعني الفيس اللي جوه ده طالع عادل اهو، وبيبقى لها شفة، لذلك احنا بنقول عليها ويلد نيك فلانج، رقبة لحام فلانجة، يعني فلانجة زاد رقبة فلانج، رقبة لحام. دي اللي احنا بنقول عليها ويلد نيك فلانج. و
والفلانج دي من اكثر الفلانجات اللي احنا بنستخدمها في البراكتس بتاعتنا، لانها فلانج بتاعت ضغوط عليها، وحضرتك هتشوف ان الديزاين بتاعها ان هي شكلها بتاعت ضغوط عليها. طيب تعالوا نرجع للبرنامج بتاعنا اللي احنا شغالين عليه اللي هو بايب داتا، اتمنى الناس كلها تكون شغاله عليه، ونبدا نتعرض لتفاصيل الفلانج دي. احنا عندنا اول حاجه الفلانج بتتوصف بكام بارامتر. اول حاجه اسم الفلانج اللي هو ويلد نيك فلانج، هذا البارامتر الاولاني. الثاني بارامتر اللي هو السايز بتاعي، وده بيختلف من نص لغايه 24 نص على حسب الازمه، اللي هو الازمه بي 16.5. الازمه بي 16.5 بتتعمل بيكفر البايبات من نص بوصه ل 24 بوصه، فوق ال 24 بوصه عندنا ستاندرد ده انا بعرض له. وعندنا حاجه اسمها الكلاس، الكلاس بتاع الفلانج اللي هو بيحدد التخانه. يعني حضرتك مثلا 150 اهو، لو بصيت عليه هتلاقي السيكنس ده كام؟ 46.1. لا طب روح ل 300 هتلاقي السيكنس بقى جنب 68.3 وعدد المسامير ب 24 مسمار. روح لكلاس مثلا 400 عدد المسامير لسه 24 مسمار، لكن الدايمتر كبر والسايز بتاع المسمار ب 1.7 على 8 والسيكنس هنا كبر. بمعنى ان انا كل ما بكبر الكلاس كل ما بتحمل ضغوط عالي. الكلاس ده بيقول عليه 150 ال بي او 300 ال بي او اللي هو باوند او 400 او 600. ده مش معناها خالص خالص ان احنا بنتكلم على الباوند بتاع الفورس وبتاع اللي هو في النظام الانجليزي، لا ده اصطلاح احنا عملناه، لان كمان شويه هوري لحضرتك احنا بنعمل الديزاين بتاع الفرنج دي ازاي. فالموضوع مش مرتبط خالص بالكلاس بتاعك، هو مرتبط بالديزاين بريشر بتاعك والتمبريتشر، هم البريشر والتمبريتشر اللي بيحددوا لنا السايز بتاع الفرنج. يبقى احنا عندنا اول حاجه نوع الفرنج نفسه، ثاني حاجه مقاسها، ثالث حاجه الكلاس بتاعها، رابع حاجه الفيس، الفيس تايب. في عندنا حاجه اسمها ريز فيس، وفي حاجه ثالثه اسمها فلات فيس، وحاجه اسمها ار تي جي رينج تاب جوينت. ودول هوريهم لحضرتك يعني ايه ريست فيس ويعني ايه فلات فيس. تعال ناخدهم الاول، نقول مثلا ار تي جي الاول. الار تي جي شايف حضرتك في جروف هنا بتركب فيه جاسكت مدوره. طيب ريست فيس في شفه بس طالعه، تعال اوريها لك على صوره دلوقتي عشان حضرتك تتخيلها. ده اول نوع من انواع الفرنجات. ده اول نوع من انواع الفرنجات عندنا اهو. ثانيه فين ده ويلد نيك فلات فيس. يبقى اول واحده دي فلات فيس، حضرتك شايف المسمار والوش ده كلياته هو نفس الوش، فاحنا كده بنسمي الوش بتاع ايه فلات فيس، يعني وش مستوي ما فيهاش اي تعديلات يا باشمهندس. طيب انا عايز اشوف الريزد فيس شكله ايه. الريزد فيس بالمنظر اللي حضرتك شايفه، شايف التعديل اللي فيها انه بقى عندنا في الفلانجه شفه صغيره كده، الشفه دي هي اللي بتحط عليها الجاسكت وهي اللي بربط عليها. خلونا نجيب السايز الكبير منها شويه، هذا السايز الكبير، كبير شويه كمان 16 بوصه مثلا. شايف حضرتك الفلانجه بتبقى عامله ازاي وبيبقى ليها شفه بس هنا، فاحنا بنسميها ريزد فيس، يعني شفه عليها ريزد فيس، فده كده بنسميها ريزد فيس فلانج. والاخيره اللي هي الار تي جي، الار تي جي ريز فيس، الار تي جي بتبقى بالمنظر ده كده. بيبقى عندك الريز فيس نفسها معمول فيها جروف، معمول فيها تجويف، والجاسكت بتاعتنا بتبات في التجويف دي. يعني انا بجمع الفلانجه دي مع فلانجه ثانيه اصلا من جهتي، والتجويف ده بتخش في الجاسكت. الجاسكت شكل ايه؟ اللي هي شكلها بالمنظر ده، حاجه بالمنظر ده، ودي بتبقى حاجه معدنيه، ولذلك الار تي جي بتستخدم الضغوط عليه جدا. بتستحمل ضغوط يعني، مش مشكله في الضغوط معاك. تمام يا باشمهندس، دي الار تي جي اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي رينج تايب جوينت. ودي في منها طبعا نفس المقاسات لغايه من 0 ل 24 وهتعرض للي بعد ال 24 كمان، بس احنا بنتكلم دلوقتي على الازمه بي 16.5. يبقى انا نرجع للموضوع بتاعنا. يبقى احنا عندنا ايه؟ ثلاث انواع. الفلات فيس هو مش كاتب هنا، مش مشكله هنتكلم عنها. يبقى انا عندي كام؟ عندي ثلاث انواع من الفلنجات، من الفيس تايب بس، ريست فيس وفلات فيس وار تي جي. الكلاسات زي ما حضرتك شايف لغايه 2500 من 150 ل 2500، والستاندر ده ايه؟ حضرتك هتلحمها مع بايب موجوده هنا. البايب اللي موجوده بتاعتها هنا السكنس بتاعها كام؟ هو لازم المصنع وهو بيصنع يصنع لك السكنس ده نفس السكنس اللي هتلحم عليه البايب. فانت بقول له لا والله السكنس بتاعك البايب ستاندر، فهو بايب ستاندر يعني كام؟ يعني التخانه بتاعتك دي كام؟ مش السوكه دي، التخانه الشفه دي من اول هنا لاول هنا كام؟ اللي هو هتطرح 610 و575 تقسم على الاثنين يجيب لك السيكنس بتاعك اللي هو نفس السيكنس بتاع البايب ده. جدول 40 هتلاقي مختلف، جدول 60 هتلاقي مختلف، جدول 100 هتلاقي مختلف، هتلاقي دايما الانر دايمتر بيتغير. يبقى انا عشان اوصف الفلانج يا باشمهندس بقول ايه؟ بقول ان هي ولد ليك فلانج، وبعدين 24 بوصه ده السايز بتاعك، وبعدين الكلاس، وبعدين الفيسنج بتاعك، وبعدين السكاتشر.
كل ده. ولسه انا ما بتكلمش على الستاندرد اللي حطيت الدايمنشن دي كلها. الستاندرد اللي حطيت الدايمنشن دي كلها اللي هو لازم بي سي 16.5. طب انا عندي حاجه اسمها اي باي ستاندرد وحاجه اسمها دين ستاندرد وفي انواع كتير جدا من الفلانجات. فلازم حضرتك لما تيجي توصل الفلانجه هتعمل ايه؟ هتقول له 24 بايب 24 انش من البايب سايز وهي ويلد نيك فلانج وهي كلاس 300 ريست فيس سكادجول مين. يبقى انا كده وصفت الفلانج كامل اه، بس اضيف عليهم الستاندرد اللي انا شغال عليه اللي هو لازم بي سي 16.5 والاصدار اللي انت عايز تشتغل عليه، هو مش فارقه في الاصدار ده. تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى احنا اتكلمنا عن انه البايب سكادجول ده اللي هو بيحدد لك السكس بتاع الشفه، والفيس تايب ده اللي هو بيحدد لك ريست فيس ولا فلات فيس ولا ار تي جي، والكلاس بتاعك بيحدد لك 150 300 400 ان شاء الله هنتعرض لها بتفصيل كل شويه، والسايز بتاعك اللي هو كان 24 بوصه وده ولد هناك ريست فيس فلانش. الكلام الدايمنشن ده كلها مين اللي جابه يا باشمهندس او اتعامل ازاي؟ انا قلت لحضرتك نفس القصه، هتلاقي مكتوب هنا في الازمه بي 16.5، والازمه بي 16.5 جت عملت جداول ده زي ما حضرتك شايف الازمه بي 16.5 اهو، ده اصدار 2013 ما فيش فرق بينه وبين 2019 او 2017، كلهم اصدارات نفس الحاجه، بس ايه اعتمدت حاجات يعني استخدامات ثانيه قليله. ده الازمه هتلاقي حضرتك بدا يعرف يعني ايه فلانجه وبدا قبلها وبيكبر كل حاجه. الحاجه المهمه اللي انا عايز اوريها لحضرتك كده انه الدايمنشن دي كلها جايه من الازمه، فهياخدهم فلانجه فلانجه ويبدا يحدد السايزات بتاعتهم. اولا هو حط لهم حاجه اسمها اللي هي ليست اوف ماتيريال سبيسيفيكيشن، عمل مجموعه جداول وعمل الجداول دي ربطها بجداول ثانيه اللي هي بتاعت البريشر تمبريتشر ريتنج تيبل اللي هو بنقدر نعمل منها الديزاين بتاع الفلانجه نفسها، وربطها بنوع الماتيريال. انت عشان تعمل ديزاين لاي فلانجه محتاج ثلاث حاجات بس، البريشر والتمبريتشر والماتيريال بتاعتك. نوع الماتيريال ايه؟ هي حديد ولا ستانلس ولا اي جريد من الحديد؟ هنتعلمها كمان شويه. طيب انا دلوقتي عندي انواع الفلانجات، بدا يتكلم اهو على ده البولتنج، انواع المسامير اللي احنا بنستخدمها في الفلنجت، وهوريها لكم برضه في البرنامج. البرنامج ده بيسهل عليك كتير جدا التعامل مع الاي ستيم ستاندر او الازم ستاندر. طيب شوف حضرتك يا باشمهندس دي طريقه اللحام بتاعتك اللي هي بيبي الاوت سايد 96، هذا الشيفه بتاعت الولد نيك فلانج وهذا البايب بتاعتك، وبعدين بيلحمها بالطريقه دي. عايز اقول لحضرتك انا ما يهمنيش التفاصيل دي، حضرتك هتطلع عليها. عايز اقول لحضرتك الازمه مكفر ايه؟ فهو مكفر كل حاجه، وهيبدا يحط لك انواع الايتمز كلها لان لازم بي 16.5 بتكفر حاجات كتير. فهو احنا هنا تحديدا شغالين على الفرنجز بانواعها، فهيبدا يحط لك انواع الفرنجز اللي هو شغال عليها، ويبدا يحدد انواع السيكنس اللي هو ايه السيكنس بتاع كل منطقه يدي لها سيمبل، برضه مش هيهمنا الكلام ده. وبعدين هيبدا يديك الجدول بتاعت المواصفات الفنيه بتاعتك. تعال نخش في الجدول. بص يا باشمهندس عندك مثلا على سبيل المثال الدايمنشن اوف كلاس 400 فلانجز ودي ايه؟ ودي اللي هي 3 فلانجز او 7 فلانج، 3 ده 7 فلانج ده لابت، وهتلاقي عند حضرتك الدايمنشن ده ايه؟ ده اسمه او، ده اسمه كيو، ده اسمه تي اف، وبتلاقي بعد على طول جدول فيه كل المسميات اللي انت شايفها دي كلها، وحاطط لك عليها الدايمنشن زي ما حضرتك شايف كده. والدايمنشن غالبا هنا بالملي، ده بالملي. ماشي يا باشمهندس؟ وهكذا، كل سايز من انواع الفلانجات هيبقى اسمه لك، وراسم لك كمان الستارت بورت بتاعه، وهيديك اللينس بتاع الستارت بورت كل واحد، وده دايمنشن مثلا بتاعه ده ايه؟ ده تمبليت فور درينج كلاس 600 باي فلانج اند فلانج فيتنج، ودي الفلانج شكلها ايه؟ وبدا يحط لك الدايمنشن عليه وهكذا. كل الكلام ده هو نفس اللي احنا عندنا عملناه في البرنامج باي اكسل باي داتا، بس هو هنا حاطط لك بالارقام عشان ما تضيعش قلبك. يعني انت هتبص هنا بدل ما تروح في الجداول بتاعت الازمه وتلاقي ده هو حرف ايه وتخش في الجدول تقول ايه ده كام، لا هو بيكتب لك هنا الرقم على طول. فهو ده الفكره بتاعته. هتلاقي عندك في الجنب هنا كمان حاجه اسمها الستوب بورد سايز بتاعك، شايف الجداول بتاعت الازمه كاتب لك برضه هنا الستوب بورد سايز. لو جيت بصيت هنا هتلاقي اللينس اوف بولت والستوب بورد سايز اهو، لو هي ريست فيس الدايمنشن بتاعتك ايه، لو هي ميل تو فيميل بانج اند بوف ده الدايمنشن بتاعتك ايه، لو هي رينج جوينت ده الدايمنشن بتاعتك ايه، وهكذا. هي نفس القصه عندنا بس انت بتختار هنا، انت ما بتتعبش قلبك. هو ده الريست فيس اهو، الفلانج ده اللي هي 24 بلس 300 هتلاقي السايز بتاع البولت بتاعك 1.5 انش دايمتر يو ان سي اللي هو اللي بيوصف الستاد بولت ده ستاندرد، او الام 39 يعني الستاندرد ده الستاندرد ده، والطول بتاعها 23 سم لون او 32 230 مللي. تمام كده يا باشمهندس؟
يبقى انا كل التفاصيل اللي موجوده في الاس بي سي 7.5 البرنامج بيعرضها لي في طريقه سيمبل جدا، وما بيحوجنيش ان انا اروح افتح الازمي واخش على التفاصيل دي كلها. الحاجه الثانيه اللي بيحسبها لك برضو ان هو الفلانج ويت، الايتم ده وزنه كام؟ ده 306 كيلو جرام، يعني الفلانج اللي احنا هنا 306 كيلو، والستاد بولت اند نوت المسامير بعددهم، الستاد اور بولت اند نوتس المسامير بعددهم 76 كيلو 1.12. حسبهم ازاي؟ هو معاه نوع المسامير اهي ومع الماتس بتاعتها، بدا يحسب الاوزان بتاعتها كلها وجمع لك المسامير، يبقى المسامير الواحده 76 كيلو والفلانجه نفسها 306 كيلو. البارامترز دي كلها جايبينها منين؟ زي ما قلت لحضرتك احنا جايبينها من الازمي بي سي كستم بوينت 5. طيب نقطه كده قبل ما نقفل الازمي بي سي كستم بوينت 5، انا عايز اعرف اصمم فلانج ازاي؟ يعني انا لو معايا ديزاين بريشر والتمبريتشر بتاع اي خط في الدنيا انا اقدر اصمم الفلانجه؟ اه اقدر اصمم الفلانجه. بتيجي حضرتك هنا في الازمي بي ستاندر على جداول الستاندر، ما عادش هتعمل اي كالكوليشن، مفيش هنا اي كالكوليشن. بتخش بس تلاقي ايه عندك جداول التصميم، حاجه اسمها بتاعت البريشر تمبريتشر ريتنج والجروب ماتيريال. هتلاقي في اول حاجه في التيبل كده بغض النظر، خلونا نجيب السبائك المشهوره. هتلاقي اول حاجه في الجدول بتاع التمبريتشر اسمه البريشر تمبريتشر ريتنج، اول حاجه بيكتب لك ايه؟ بيكتب لك الماتيريال كلاس بتاعك، الماتيريال اللي انت هتشتغل عليها. عندك مثلا النومينال ديزيجنيشن بتاعك، لو هو فيه كربون وسيليكون اللي هي لو صنعناها بطريقه الفورجنج تبقى الاي 105، الاي 105 ده اللي هو الاي ستيم 105. لو معمول بالسباكه يبقى الاي 214 جريد دبليو سي بي، لو معموله من بليت يبقى الاي 515 جريد 70. يعني اقصد ان ده الماتيريال كلاس بتاعك او الاستيم ستاندر اللي بيوصف لك الماتيريال سبيسيفيكيشن بتاعك. لو هو مصنع من الماتيريال ده تقدر تخش على الجدول ده. هتعمل ايه؟ محتاج اثنين بارامتر. اول حاجه لازم تبقى عارف الديزاين تمبريتشر بتاعتك، على سبيل المثال مثلا هو الديزاين تمبريتشر بتاعي 100 وعايز البريشر، البريشر بتاعي الديزاين بريشر بتاعي مثلا 50، فانا عندي 100 درجه مئويه 50 بار، عايز اعرف البريشر ريتنج بتاع الفلانجه بتاعي كام؟ او الفلانجه اللي اقدر استخدمها. تخش بس على البريشر تمبريتشر ريتنج ده وتيجي تقول والله عندي 100 درجه انا عايز 50 بار. 50 لا دي 150 بتكفر لغايه 17 ونص، ال 300 بتكفر لغايه 46 و6 ال 400 بتكفر لغايه 62. بس كده يبقى انا خلصت، يبقى انا عملت الديزاين بتاع البايب كلاس بتاعي، البايبنج كلاس بتاع الفلانج بتاعتي ان هو هيبقى كلاس 400، يبقى انا كده خلصت. دايما اتاكد ان انت شغال في الجدول بتاعك بالبار. يبقى انا هنا الديزاين بتاع الفلانج ما عادش كالكوليشن، ما عادش بتعمل كالكوليشن خالص، انت بتخش تعمل حاجه اسمها الفلانج سيلكشن. انه معاك الضغط ومعاك درجه الحراره، لانه الحسبه محسوبه سلبا يعني. انت تخيل معاك كل البارامترز دي ومعاك كل الداتا بتاعت الفلانجه وانا اللي حاططها، يعني انا لازمي انا اللي حاطط الدايمنشن بتاعتي كلها. طب ما خلاص احسب لها يا عم، هي دي تقدر تشيل لغايه الضغط كام؟ هو ده اللي عامله الازمي. قال لك خلاص يبقى هي تقدر تشيل لغايه 62 بار، امتى؟ عند درجه حراره 100. طب عند درجه حراره 500 تقدر تشيل كام؟ لا ما تقدرش تشيل اكتر من 8 بار، 7 9 10 وهكذا. يبقى انا عشان احدد الفلانج ريتنج بتاعي او الديزاين بتاع الفلانج بتاعتي بخش اعرف ثلاث حاجات اساسيه. اخش اعرف الماتيريال كلاس بتاعت الفلانجه بتاعتي ودرجه الحراره ديزاين بريشر وديزاين تمبريتشر. طيب يبقى احنا كده خلصنا قصه الازمه، هنرجع بقى لانواع الفلانجات بتاعتي. انواع الفلانجات احنا قلنا انواع الفلانجات، اول حاجه الويلد نيك، وقلنا عشان اوصفها لازم اقول ويلد نيك فلانج وبعدين اقول البايب كلاس بتاعها، الفلانج كلاس بتاعها اللي هو 300 باوند، او نرسم هاشتاج مكانها كده اللي هو 300 باوند او 150 باوند او 400 او 600 وهكذا. والفيس بتاعها الفيسنج هي ريست فيس ولا فلات فيس ولا ار تي جي، هم ثلاث انواع موجودين عندنا. فاحنا مثلا عاملين هنا ريست فيس، والسكادجول بتاعك اللي هو البايب ماتشنج بتاعك، ولازم تعمل ريفير للستاندر اللي انت شغال عليه اللي هو الاس بي بي 16.5. يبقى انت كده وصفت مين؟ وصفت الفلانج. طيب يا باشمهندس النوع الثاني من الفلانجات حاجه اسمها السليب وان فلانج. يعني ايه سليب وان فلانج؟ يعني فلانجه مفتوحه كلها والبايب بتنزل زي ما حضرتك شايف كده، تبات جوه البايب وبتتلحم جونطه من فوق من هنا وجونطه من تحت من هنا. تمام يا باشمهندس؟ يبقى هي اسمها سليب وان فلانج. هي موجوده عندنا صوره دور ممكن نوريها لكم لو حابين. صوره دور نوع حاجه اسمها الستيبون فلانج. تعال نروح على الفلانجات الثريدد هي الستيبون فلانج. الستيبون فلانج
دي ار تي جي ستيبل برانش. خلينا نجيب البرزنتيشن بتاعها علشان بص يا باشمهندس دي الفلانجه بالمنظر ده، سيبك من ان هي ار تي جي ولا فيس ولا فلات فيس، الكلام ده كله ريبيتد في كل انواع الفلانج، لكن هنا البايب بتخش تبات في البروف ده، بتدخلها وتسيب مثلا مسافه 1 مللي او 2 مللي من الاول او 3 مللي اللي يكبر لك اللحام بتاعك، وتبدا تلحمها لحام من جوه ولحام من بره من هنا، السوكه دي بتتلحم والسوكه اللي تحت دي بتتلحم في البايب. تمام كده يا باشمهندس، يبقى دي حاجه اسمها الستيب اون فلانج، وواضحه خالص الارنجمنت بتاعتك هنا اهو، ان البايب ده هي كروس سكشن اهو، سكشن فيو للبايب، هذا البايب هي بتخش تبات في قلب الفلانجر، والفلانجه بتديها مكان لحام اهوت ومكان لحام اهوت. ده نوع اسمه الستيب اون فلانج، نفس القصه احنا كل اللي اتكلمنا عليه دلوقتي نوع الفلانج. السايز بتاعها لازم يتغير على حسب الماس، والكلاس بتاعها نفس القصه 150 لغايه 2500، والوش بتاعها ريست فيس ولا فلات فيس ولا ار تي جي، وهنا شايل الفلات فيس هي ريست فيس ولا ار تي جي ولا فلات فيس، نفس القصه بتاعت التفاصيل بتاعتها، واللي انا وريتها لكم في صوره دول دي دي ار تي جي. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن مين؟ عن الولد نيك والسليب اون فلانج. في عندنا حاجه اسمها الثريدد فلانج، كل ده نوع كونكشن. الثريدد فلانج بقى ايه؟ ان الفلانجه نفسها ملوظه من جوه، يعني في ثريد هنا والبايب ده ملوظه وبنربطهم مع بعض، وهي نفس الحوارات، عدد ده نوع الفلانجه، لكن ده السايز بتاعها بيختلف، البايب كلاس بتاعك بيختلف، وريز فيس ولا فلات فيس ولا ار تي جي هو نفس القصه، هي الفكره هنا الكونكشن اللي ما بينها وما بين البايب هي اللي بتسمي الفلانجه. معايا يا باشمهندس؟ في عندك حاجه اسمها سوكيت ويلد فلانج. يعني ايه سوكيت ويلد فلانج؟ فاكر الستيب اون فلانج كانت البايب بتخش من الاول للاخر وكان البروف ده مفتوح من الاخر؟ الستيب اون فلانج احنا عاملين تجويف صغير كده جوه البايب، والبايب بتخش تبات فيه، لكن هو مقفول من الجهه دي. يعني البايب ما تقدرش تطلع من الجهه الثانيه بمعنى اصح، البايب بتبات في الجزء ده وبنلحمه من فوق كده بسير ويلد. وقلتها لكم المحاضره اللي فاتت انه عندنا هنا نقطه كريتيكال جدا، انه دايما لازم تحط الجهه دي ما تقلش عن 1.0 مللي. ليه يا باشمهندس؟ عشان لما حضرتك تيجي تكلم هنا هيحصل تمدد حراري، التمدد الحراري ده لو ما لقاش مكان يستوعب التمدد الحراري بتاعه هيعمل ستريس جامد جدا على الشنطه وهي سخنه اصلا، فبيعمل انترنال كراكس فبتضربه. يعني الشنطه بتبقى ويك جوينت الانسبكشن بتاعها دايما بيرفع. طيب يبقى ده حاجه اسمها السليب اون فلانج، قلت لحضرتك ان انواع الفلانجات كلها مصنفه على حسب ايه؟ على حسب طريقه الكونكشن ما بينها وبين البايب. الحاجه الاخيره حاجه اسمها لابد فلانج. يعني ايه لابد فلانج؟ لابد الفلانج دي بتبقى جزئين، بيبقى عندنا الفلانجه نفسها حره وجواها حاجه اسمها ستوب اند، اللي جوه ده اسمها ستوب اند ارينجمنت كده، بنركبها جوه البايب وتبقى الفلانجه حره بتلف 360 درجه عادي، والستوب اند ده طيب ثانية يا احمد انا عايز اوريها لكم. ايوه بالظبط. شوف يا باشمهندس الفلانجه نفسها بتبقى جزئين، شايف حضرتك الفلانجه ده جزء بتاع الفلانجه وده الستوب اند، الستوب اند ده بتركب بتنزل الفلانجه دي على البايب وبعدين تركب الستوب اند وتلحمها وبعدين تلاقي البايب حر زي الارنجمنت ده، هو رايح لاحم فيها حاجه من الجهه الثانيه والفلانجه حر بتلف الدوره بتاعتها كامله، ودي بنستخدمها ليه؟ عشان الالاينمنت بتاعت المسامير بتلف زي ما انت عايز، فما عندكش اي ازمه في الالاينمنت بتاعت المسامير. نفس القصه اهي، شايف حضرتك سوكه كده لوحدها دي اسمها ستوب اند، ودي الفلانج ارنجمنت العجل، والتفاصيل بتاعتها بنجيبها منين؟ نفس القصه اهي، هذا الستوب اند دي هتلاقيها مغطيين الدايمنشن بتاعتها في نقطه واحده هنتكلم فيها كم شويه، لكن الفلانجه نفسها هي نفس القصه، ليها سكادجول وليها سايز وليها سكادجول بتاع الاند بتاعك، والسكادجولات هنا قليله جدا لان هنا بيحدد السيكنس بتاع الفلانجه بس، لكن الستوب اند فيها مواصفات كتير، فاحنا بنوصف الفلانجه لوحدها والستوب اند لوحدها. وزي ما قلت لحضرتك ما تنساش ان الستوب بولت سايز هنا، الويت بتاع الفلانج هنا، الويت بتاع الستوب بولت هنا، الازم اللي بيعمل لك الدايمنشن دي كلها ايه؟ موجوده. طيب عندنا حاجه اسمها بلايند فلانج، بلايند فلانج اللي هي طبعه عمياء. حاجه بنقفل بها الخط، يعني مثلا الفلانج دي في نهايه الخط ومش عايز اقفله، فده بنسميها بلايند فلانج. بلايند فلانج هي فلانج عاديه خالص كده مصمطه من النص مقفوله، ودي نفس القصه بيبقى التوصيف بتاعه عين نص بوصه ثلاث ارباع الناس تختلف، والكلاس برضه هو بيتغطي نفس الكلاسات، وبيبقى عندك فيها ثلاث انواع فلات فيس وريست فيس وار تي جي، نفس الثلاث دايمنشن، لكن الفكره كلها ان هي مصمطه. انا ممكن اوريها لك في صوره بس
هي عندنا الفلانجة، فلانج بلايند، دي البلايند فلانج هنا، وده النوع بتاع ار تي جي. هي الفكره كلها هي فلانج عاديه بس مصممه بالنص. خلينا اوريها لك في الماس الكبير هتبقى حضرتك هي طبعه عامية مقفوله، بنسميها حتى بالعربي طبعه عامية مقفوله من النص. بنقفل بيها الفلانجه الثانيه لما تكون في نهايه الخط، او لما يكون الابلكيشن بتاعها ان احنا يبقى عندنا خط في بوكينج ارينجمنت، انه يعني اقدر افتح اي وقت انضفه من جوه واقفله ثاني. فهو ده اللي احنا بنقول عليه بلايند فلانج، وده لازم البي سي سي مود فايف بيكفر لي كل الدايمنشن بتاعتها، وبيكفر لي المقاسات بتاعت المسامير والتفاصيل بتاعتها. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الوردن فلانج، السليب اون فلانج، البلايند فلانج، الثريدد فلانج، السوبر توردن فلانج، اللابد فلانج. في عندنا حاجه اسمها الوردن، هي نفس الفلانج العاديه اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي ايه؟ السوكت ويلد فلانج. اعتبرها هي نفس السوكت ويلد فلانج، لكن ملحوم فيها البايب من المصنع نفسه، ودي انت بتختار بتحدد المقاس بتاعك ده اللي هو بتاع البايب على حسب المقاس اللي انت، ودي مش مشهوره خالص لانه دايما بتبقى مطلوبه من المصنع بالتصنيع، ان انا هصنع له فانا بقول له والله اديني الدايمنشن ده زي ما انا عايزه، فدي الابلكيشن بتاعه عشان كده ما بتهتمش. يبقى احنا اتفقنا ان عندنا كام نوع من انواع الفلنجات، ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، سته نوع من الفلنجات، والفلنجه نفسها بتوصف في كام باراميتر، ده واحد اثنين ثلاثه، والفيسنج اربعه، والستاندر احنا شغالين عليه خمسه. خمس حاجات لازم نحطها لكل فلانج عشان اعرف، ست حاجات، ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، والستاندر اللي انت شغال عليه ست، يبقى ست باراميترز لازم حضرتك تحطهم لي مع اي فلانج عشان التوصيل بتاعي يكون صحيح والمصنع يقدر يرد عليك ويقول لك حاضر ده انا اقدر اصنعها لك او ما اقدرش اصنعها او عندي او مش عارف. اي واحده منهم هتعمل لك مشاكل، ودايما الستاندر لما ما بتحطوش، السكيدجول لما ما بتحطوش هو بيعتبر ان هو سكيدجول ستاندر وبيطلع لك على انه ستاندر، فدايما خلي بالك لو مش ستاندر لازم تحطه. فانت عود نفسك ان انت لازم تدخل كل البراميتر، لانه لو طلعها لك سايز مختلف عن اللي عندك هتعمل لك مشاكل كتير جدا، وفي الغالب بتترفض في الاسكيدجول. تمام يا باشمهندس، يبقى احنا اتكلمنا كده عن انواع الفرنجات. قلنا ايه؟ ان احنا عندنا ثلاث انواع من عندنا حاجه اسمها الاس بي سي 7.5. عندنا اللازم بي سي 7.5 ده بيكفر لغايه كام؟ لغايه 24 بوص، يعني من نص بوص 24. طب بعد ال 24 مفيش فلنجات؟ لا، في فلنجات، لكن الازمي عملت لها كلاسين، ازمي بي سي 7.47 مم، وعملتها سيريز اي، وبي سي 7.47 وعملتها سيريز بي. في فروق بين الاثنين؟ اه، في فروق في الدايمنشن، البي دايما اكبر من الاي بشويه. فهنيجي مثلا هتيجي تبص هتلاقي بادئ من كام؟ من بعد 24، يعني بدأ 26 38 28 30 وهكذا لغايه 60 بوصه. الفلنجات نفس القصه بنفس التوصيف بتاعها، لكن هنا لازم اعمل ريفيل لمين؟ للازمي بي 16.47، ولازم اقول ان الفلنجه دي ايه؟ سيريز اي ولا سيريز بي؟ ليه سيريز اي وسيريز بي؟ لان في فرق في الدايمنشن ما بين سيريز اي وسيريز بي. نفس القصه، يبقى انا كده هقول له ايه؟ سيريز اي والدينك فلنج او 36 بوصه نومنال بايب سايز، نومنال بايب سايز سيريز اي والدينك فلنج بلس 300 هرتز فيس وهكذا. وتبدا تخش بقى الريست فيس ولا فلات فيس ولا ار تي جي والكلاسز بتاعت البايب والسايزات اللي انت بتختارها وهكذا، كل التفاصيل موجوده عند حضرتك، حاول تطلع عليها وتبقى فاميليار بالحاجات دي. نفس القصه عندنا، نفس الفلانج اهي موجوده من سيريز اي، يبقى سيريز اي مختلفه، لا ده سيريز اي هنا البلايند فلانجز، يعني الاولانيه دي اللي هو الفلانجات، وهنا الفلانجات هتلاقيها دايما منحصره في السوكت ويلد، يعني الاستيبل مش هتلاقيه موجود، الثريدر مش هتلاقيه موجود، اللابد مش هتلاقيه موجود. مجرد ما بنبدا بعد ال 24 بوصه ما بيبقاش عندنا خيارات غير ان احنا نروح للولد فلانج اللي هي الارنجمنت اللي عند حضرتك دي. ودي المواصفات الفنيه نفسها، نفس الدايمنشن بتاع البلايند فلانج، نفس القصه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الطب العام. تمام يا باشمهندس؟ في عندنا حاجه ثانيه اسمها الازمي بي سي 7.47 اللي هو سيريز بي، وقلت لحضرتك هو نفس الارنجمنت بتاعت الثانيه وهو نفس كل حاجه، لكن الدايمنشن بتختلف شويه. يعني احنا مثلا هنا ده سيريز بي ولد نيك 36 كلاس 300، شايف الدايمنشن ده مثلا على سبيل المثال 10 89، تعالى نروح نجيبها سيريز ايه او فلانج سيريز ايه 36 كلاس 300 ريز بيس، لا هنا 11 68، يعني سيريز ايه اكبر شويه من سيريز بي، فهو الفرق في الدايمنشن بس اللي هو اعتمادات وانت بتشتغل عليه، فلازم تبقى عارف كويس جدا هي سيريز ايه اللي انت بتطلبها ولا سيريز بي. طيب يبقى احنا كده كفرنا الفلانج ستاندر اللي احنا بنكفره،
وقلنا ان لازم بي 16.5 هي بالنص ال 24 بوصه، اللي لازم بي 16.47 بيكبر لك من 24 بوصه، من 26 بوصه لغايه 60 بوصه في سيريز ايه وفي سيريز بي. عندنا حاجه ثالثه اسمها ازمي اورفيس فلانج. اورفيس فلانج دي لها تطبيقات كثيره جدا في الفلو ميترز وفي الانسترومنتيشن دايما. يعني مثلا بيبقى عندك حاجه اسمها الاورفيس بليد، الاورفيس بليد ده بيقيس بيه الفلو ريت. فاكر حضرتك الفنتوريوم؟ هو نفس الفكره كلها، ان انا باجي عند منطقه معينه في البايب في الفلانجه وقايس الضغط هنا، واجي اعمل اورفيس هنا واقيس الضغط عند الاورفيس نفسها، فالاورفيس كمان بيبقى فيها فلانجه. ومن حساب فرق الضغط هنا وفرق الضغط هنا يقدر يحسب بين سرعه الفلو في الماء، ومعلوميه الثقب اللي هو عامله يقدر يحسب الفلو ريت. فهو بيسموه فينجوري تايب فلو ريت. معلش مش ده الموضوع. فعندنا ستاندرد كبير واسع لموضوع الاورفيس بليتس دي. الاورفيس فلانج دي الفكره كلها ايه؟ ان بيبقى فيها خرم من الجهات وخرم من الجهات، بس هو ده الفرق. وعشان فيها خرم في السيكونس بتاعها بيبقى اكبر شويه، يعني الدايمنشن بتاعها بيبقى مختلف شويه. التوب ده بيبقى دايما نص بوصه وبيبقى مقلوز على حسب النوع من البايب سايز تيبيكال ثريدد، وبنركب فيه نبل ونبدا ناخد منه البايب انجمنت بتاعتنا اللي احنا بنوصلها على الانسترومنتيشن، حاجه اسمها ديفرنشال بريشر. نفس فكره الحاجه زي البيت التيوب كده، اللي هو الديفرنشال بريشر، بناخد الضغط عند النقطه دي وضغط عند النقطه دي ونجيب فرق الضغط، ومنها نبدا نعمل ايه؟ نحسب الفلو ريت. ودي نفس القصه، الريتنج بتاعها موجوده 150 300 400 600 هكذا، والسايزات بتاعتها دلوقتي 24 بوصه، وفي ثلاث انواع منها، يا هي ويند انترفيس يا هي ستيبل فلانج، هي نفس القصه بس الارنجمنت بتاعتها معمول على ستيبل فلانج. هي نفس القصه بس الارنجمنت بتاعتها معمول على ثريدد فلانج. يبقى هم دول ثلاث انواع موجودين فيها، وكل المواصفات الفنيه اللي شايفها حضرتك موجوده، ودي اللي بيكبرها حاجه اسمها الازمي بي 16.37، ده ستاندرد لوحدها معمول لها في الازمي. تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى احنا كده اتكلمنا في الفلنجات عن الاسمي بي 6.5 بي 6.47 بي 6.47 سيريس بي والازمي اورفيس فلانج. الحاجات الباقيه دي كلها ده استاندارات مختلفه في الازمي، اللي هو الاي بي في مش في الازمي، اللي هو استاندارات مختلفه في الفلنجات. فانت عندك مثلا الاي بي اي ده هو حضرتك شويه فلنجات فيها، لان البرنامج مش متخصص في الازمي بس، ده هو بيقول لك شويه حاجات تانيه. فده الاي بي اي، الاي بي اي ده اختصار للامريكان بترولين انستيتيوت، وده حاطط ستاندرد لوحده للفلنجات بتاعته، لانه شغال في الضغوط العاليه في مجال التنقيب عن النفط اصلا، فبتلاقي دايما الرينج البريشر ريتنج بتاعه دايما عالي عالي خالص. يعني لو حضرتك بصيت هنا هتلاقي مثلا 38 13 18 ميجا باسكال، يعني 138 بار، اللي بعدها 207 بار، اللي بعدها 345 بار، وهكذا. فتلاقي الفلنجه كلها لحم، يعني تقيله تقيله، شايف الفلنجه لوحدها كام؟ يعني دي السايز بتاعها 7.6. هو الاستاندرد دي مختلف كده، يعني مثلا دي 9 بوصه، 9 بوصه لوحدها عامله 60 كيلو فلانج، فلانج بس لوحدها، وهكذا. وده الفروق ما بين الاستاندرات المختلفه، يعني كل استاندرد بيغطي حاجه معينه. ده الدين ستاندرد فلانجز اللي هو النظام الاوروبي بتاع الفلانجات، برضه مغطي لك نفس القصه. احنا دايما مش هنشتغل على الدين ستاندرد، احنا هنشتغل على الاسم بس، لان ده اشهر ستاندرد فيهم ومش هتفرق معاك حاجه، هي الفكره بس في شويه دايمنشن محطوطه عليها. في عندنا برضه حاجه اسمها البي اس 10 ستاندرد، نفس القصه زيه زي الاسمي، وبيبقى التصنيف بتاعه حاجه اسمها تيبل يو تيبل بي، والدايمنشن بتبقى موجوده زي ما حضرتك شايف. طيب يبقى احنا كده كبرنا الفرنجات، وهنبدا نخش على البروف. هفتح الموضوع الايدين بس للحوار، لو حد عنده اي نقطه يتفضل يسيرها. الكلام اللي احنا قلناه مفهوم يا باشمهندسين؟ طيب يا باشمهندسين، في حد عنده اي نقط ولا اي حاجه؟ باشمهندسين طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن انواع الفلنجات والارنجمنت بتاعتها. هنبدا نتكلم دلوقتي عن البروف. احنا دلوقتي اتكلمنا عن انواع الكونكشنز. الانواع الكونكشنز عندنا ايه؟
استغربوا معايا كده نروح الفيتنج. فعندنا حاجه اسمها بوت ويلد، حاجه اسمها ثريدد، حاجه اسمها سوكت ويلد، واخر حاجه اسمها فلانج. يبقى احنا عندنا كام نوع من انواع الكونكشن اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي؟ بوت ويلد وثريدد وسوكت ويلد وفلانج. دول نفس الارينجمنت بتاعت الاند كونكشن بتاعت البروف. فاحنا هنروح البروف زي الشاطرين كده ونبدا نتكلم على اول حاجه فلانج فالف، ثاني حاجه بوت ويلد فالف، ثريدد فالف، سوكت ويلد فالف. اللي هنقوله في الفرنجة هو موجود في البوت ويلد، هو الثريدد، هو كل حاجه. الارينجمنت كلها واحده، لكن الفرق في شويه دايمنشن بس في الطاف وطريقه الكونكشن ما بينه وبين البايب زي ما اتفقنا. هنبدا بالفلانجد فالفز. الفلانجد فالفز عندنا خمس او ست انواع من انواع الفلانجات، من انواع الجوف. عندنا حاجه اسمها جيت فالف، حاجه اسمها جلوب فالف، حاجه اسمها بول فالف، حاجه اسمها كنترول فالف، وده هو نفس الجلوب فالف هنرجع له دلوقتي. في حاجه اسمها فلانجد سوينج تشيك فالف، في حاجه اسمها ويفر تشيك فالف، في حاجه اسمها بتر فلاي فالف، وفي حاجه اسمها لاك تايب بتر فلاي فالف. هنتكلم عليهم واحده بواحده وهوريهم لحضرتك تفصيلهم من جوه. طيب اول حاجه عندنا حاجه اسمها فلانجد جيت فالف. جيت فالف ده ايه؟ الرينج بتاعته هو بوابه وعندي بيستون كده او سكرو مسمار. لما بلف الارينجمنت ده بيبدا يرفع مين؟ يرفع البوابه لفوق او ينزلها لتحت. فلما تنزل لتحت يبقى قافل الخط، لما تطلع لفوق تبات في المنطقه ده يبقى فتح الخط. فده بنسميه محبس بوابه. جيت فالف. لو جينا هنا اوري لحضرتك الارينجمنت بتاعته جيت فالف. نفس القصه. شايف الانترنال بتاعه؟ هذا السكشن اهو. شايف الارنجمنت بتاعته من جوه؟ هو نفس الفكره ده. شايف هي بوابه، بوابه بالمنظر ده. لما بلف السكرو ده هو ينزل لتحت يقفل الملف، لما بلفها لفوق يطلع يبات في المنطقه اللي فوق ده هو يفتح لي الملف. يبقى هو كده في حاله الاوبن فلو، وده في حاله الكلوز ده ارنجمنت. بس هو ده الشكل بتاعه وهو ده اللي عايز اوريه لك. مش هتشوف بالك خالص باقي تفاصيل ثانيه هنبدا نتكلم عنها. ده نفس الارنجمنت بتاعته اهو، البوابه اهي، وده المحبس الصغير العادي اللي في بيوتنا كلها. ولما بيطلع يبقى كده مفتوح، لما بينزل يبقى كده، وتقدر تتحكم فيه شويه بشويه، لكن هو مش ريكومندد في التحكم، وهنتكلم عن النقطه دي كمان شويه. نفس القصه هنا اهو، وهو مقفول، فخلاص الفلو مانع، وهو مقفول الفلو مانع، البوابه طلعت اهو باتت فوق وهو مفتوح وهكذا. نرجع لموضوعنا. طيب ده نوع ايه؟ ده فلانجد جيت فالف. فلانجد جيت فالف اول حاجه نتكلم عن البلف بس، البلف كل المعلومه اللي انا محتاج عنه ان هو جيت فالف، ما فيش اكتر من كده. ومقاس الطاره دي كمان يعني غالبا مش احنا اللي بنحدده، هو المصنع اللي بيحدده عشان تبقى في الصوره. فانا كل اللي بقول له ان هو جيت فالف. طب بقيه المواصفات دي كلها ايه؟ احنا عندنا مواصفات كتير جدا للبلف، لكن كدايمنشن كل المواصفات اللي احنا بنحطها هنا اهو هم الثلاث دايمنشن دول، وبقول لحضرتك الطاره دايما المصنع هو اللي بيحدده. وحتى ال 1450 دي يعني بتختلف من مصنع لتاني. لكن الازمي بيديك انه ما تنفعش تغير الدايمنشن. ليه؟ لان احنا بنبني كل الاستنضارات بتاعنا على حسب الدايمنشن، ده حجز المسافه بتاعنا. طيب احنا قلنا انه ده فلانج فالف. طبعا احنا ده مواصفات فنيه للبلف ده، وبيبقى ايه كل قطعه من البلف ده لها شيت كده بنتكلم عن مواصفات فنيه بتاعته. يعني السكرو ده الماتيريال بتاعته ايه، والصاموله الماتيريال بتاعتها ايه، والارنجمنت هنا هتشتغل ازاي، وهكذا. في تفاصيل كتير جدا. لكن احنا كبايبنج كل اللي يهمنا فيه هو الدايمنشن ده بس. طيب الحاجه الثانيه ان هو بلف، مش الاندو كونكشن بتاعته فلانجه، يبقى انا لازم اوصف الفلانجه بتاعتنا بنفس الست بارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها. بس هنا الفلانجه معموله بالسباكه، فانا مش شاغل بقى لي بنوع ايه. هقول هو فلانجد فالف وخلاص. يعني ايه فلانجد؟ يعني لازم اقول له بقى ايه انه السايز بتاعه كام؟ اللي هو البلف نفسه. والفلانج كلاس كام؟ الفلانج كلاس هنا 300. والفيسنج بتاعتها ايه؟ ريست فيس ولا ار تي جي ولا فلات فيس؟ لازم برضه يقول لي الفلانج ريتنج بتاعه. يبقى هو ايه؟ لازم يقول لي الفيسنج بتاعه فلات فيس ولا ريست فيس، والفلانجه نفسها معموله كلاس كام؟ السكتش بتاعها كام؟ كلاس 300 ولا كلاس 400 ولا كلاس 150 وهكذا. ماشي يا باشمهندس، يبقى التوصيف بتاع البلف كام؟ 12 بوصه ضمن البايب سايز فلانج جيت فالف كلاس 300 ريست فيس. وده على فكره بنحط له تاج نمبر وبتحط له مواصفات فنيه كامله. الدايمنشن دي جايبينها منين؟ من الاس بي بي 16.10. ده اللي وصفت لي الدايمنشن ده. ماشي يا باشمهندس؟ طيب تاني نوع من انواع البلوف هنتكلم عن ايه؟ عن فلانجد جلوب فالف. ايه الجلوب فالف ده؟ ده اللي بنستخدمه اصلا في الكنترول. يعني الارنجمنت ده بس بيبقى عليها وحده تحكم، وبنتحكم فيها عن طريق بنتحكم فيها عن طريق الطاره ده وعن طريق الموتور، فبيبقى كنترول فالف. تعالوا نروح نشوف الاول الارنجمنت بتاعته من جوه ازاي.
فهو هنتكلم هنا على الجروب باي. ايه الارنجمنت بتاعته الاوبشنز من جوه؟ هو عندك فتحه تحت كده والفلو المفروض يعدي منها يطلع من الفتحه دي يمشي. لو الطاره دي مقفوله يبقى البيستون نايم على المكان ده، فالبيستون طول ما هو نايم على المكان ده، المكان ده ما بيفتحش، وبالتالي ما يقدرش يعدي الميه. مجرد ما ابدا يحول المسار بتاع البيستون ده يعمل ايه؟ يبقى الفلو اللي هيطلع من هنا يعدي يمشي من القطره دي وبعدين يمشي وبعدين يطلع منها. معايا؟ يبقى انا هنا اقدر اتحكم في الفلو، ان كل ما افتح سنه يبدا يطلع، سنه كمان يطلع اكتر، سنه كمان يطلع اكتر، وهكذا. لذلك احنا بنستخدمه في التحكم في الكنترول، في نسميه في الكنترول فالفز. تعالوا نرجع اللي عندنا. فهو ده الجلوف فالف، هو نفس البيستون اهي، ادي الطاره، ادي البيستون او السكرو بتاعه اللي شايل الهيد كلها، والهيد دي مجموعه جاسكت مش اكتر، يعني راس كده وراكب على جاسكت من تحت او باكنج، وبيقفل المنطقه دي. الفلو هيجي يمشي كده وبعدين يعدي من هنا، يلاقي البيستون ده مفتوح ولا مقفول، لو مفتوح يبدا يعدي ويطلع بقى من المسار بتاعه. الميزه في الارنجمنت دي ان هي بتساعدني ان انا اعمل كنترول كويس على الجروف بدون ما اعمل هامرنج للخط. طبعا الحاجات دي بتتعمل بالسباكه وبتبقى سموث جدا من جوه. تعالى نرجع للبلف اللي قدام ده، شايف البلف؟ انا لو فاتح نص فتحه فهيبقى نص البايب بالظبط فيها حاجه زي بيستون كده نازل او جيت نازله كده، فيحصل ايه؟ الفلو هيجي هنا يتخنق، يبدا يتجمع، يحصل ايه؟ يحصل تربلنس عاليه جدا في المنطقه دي عشان اللي هيعدي، ومنطقه دوامات وستجنيشن في المنطقه دي، فبيعمل له فايبريشن عالي وصوت عالي جامد جدا في الخط. لذلك it is not recommended، او مش من البراكتس بتاعنا ان احنا نعمل تحكم في الخطوط بتاعتنا او اي بايب لاينز، ان احنا نتحكم بالجيت فالف، لا احنا بنتحكم بالجروف فالف. وقلت لحضرتك ليه؟ لان الارينجمنت بتاعته هي بطبيعتها بتلف مسار الفلويد على الراحه كده لغايه ما تطلع وترجع تاني، فهتلاقي الستريم بتاعك ماشي ناعم وما فيهوش اي فايبريشن وما فيهوش اي اصوات عاليه وما فيهوش اي هامرنج ولا اي تربلنس فلويد. يبقى ده اسمه جلوب بالف، ودي الارنجمنت بتاعته، ونفس القصه بما انه فلانجت، يعني له فلانجه من جهه وفلانجه من جهه، لازم اوصف الفلانجه، فبقول الفلانجه بتاعت بلس كام، والفيس تايب بتاعها كام، ريست فيس ولا فلات فيس ولا ار تي جي، على حسب البلف بتاعك. لكن تخيل ان البلف 12 بوصه بس، جلوب بالف شايف وزنه كام؟ 608 كيلو جرام، 12 بوصه يعني مش حاجه كبيره ولا حاجه. طبعا البريشر ريتنج بيفرق معاك في البادي كمان، يعني هنا الوزن ده 160، شايف من كلاس 150 لكلاس 300، فانت لما حضرتك تيجي تعمل ديزاين ما تستسهلش بالبريشر ريتنج الله يرضى عليك، لان السعر بيتضرب في اربعه وخمسه اضعاف. شايف ده لو فرضنا ان احنا نبيع حديد بس، ده 161 كيلو، البريشر ريتنج بتاع 300 608 كيلو، زاد كام؟ زاد ثلاث اضعاف او اربع اضعاف، اربع خمس اضعاف اللي في الوزن، اربع اضعاف. طيب عندنا حاجه اسمها البول فالف، محبس بلي، هو نفس الارنجمنت اللي انت شايفه قدام حضرتك ده، وتعالى اوريه لك 3 دي الاول. وده مشهور جدا والشباب كلهم عارفينه لانه موجود في بيوتنا كلنا. ده محبس البلي، ده الارنجمنت بتاعه زي ما حضرتك شايف كده، وهو بلي من نص او كوره، والكوره دي فيها توب خرم، ولما بلفها يمين تفتح خط، لما بلفها شمال تقفل الخط. ده السكنش بتاعك، ده كوره من النص، وفي جوان جهادي وفي جوان جهادي، وبجمع التجميعات دي كلها على بعضها، والكوره دي لو لفيتها تيجي الجهه المصمطه جنب الجهه المفتوحه، يبقى هو كده اتقفل لو فتحتها، وهكذا. وده من اشهر انواع البلوف اللي بنستخدمها في كل التطبيقات بتاعتنا، ويعتبر من اكفاءهم في الاداء. ده اللي هو البول فالف. وزي ما قلنا ان البول فالف تطبيقاته في نوعين، في حاجه اسمها موتور اوبريتد او جير اوبريتد فالف، يعني ايه؟ يعني عليه جير بوكس وفي ريدكشن. يعني شايف الطاره دي؟ شايف البلف اللي احنا وريناه على جوجل؟ شايف هنا في هاندل، الهاندل ده لو لفيته 90 درجه او رجعته يبقى كده اتفتح وقفل. طبعا ده في الابلكيشن بتاع البروسيس مستحيله، لانه انت عندك حاجه اسمها الوتر هامر في الخطوط، لو قفلت الخط بسرعه ممكن تدمر الخط كله، فبنعمل عليه حاجه اسمها منظومه جير بوكس ريدكشن ويل، اللي هي الطاره دي وعليها جير بوكس، ويعني الطاره دي مثلا تلفها حوالي 7 أو 8 لفات على ما تقدر تقفله، وكل ما نحب نقلل نكبر الطاره ونزود عدد التروس او نزود عدد الريدكشن فاكتور بتاع الجير بوكس. وده على فكره بيتعمل له كالكوليشن، لازم تعمل الوتر هامرنج كالكوليشن في الخط بتاعك، وعلى اساسه تحدد الكلوزنج تايم بتاع الفالف، وبعد ما بتحدد الكلوزنج تايم بتاع الفالف تبعته للمصنع بتاع الفالف عشان يعمل لك مينتين للكلوزنج تايم، والا هيحصل هامرنج في الخط. وعارفين حضراتكم السيرج اللي بيحصل هامر كده، في موجه ضغط عالي بتمشي تضرب الخط كلاته، فممكن تحركه لك من مكانه، ممكن تكسره حتى،
انا شفت خطوط اندر جراوند طلعت اباف جراوند بسبب الروتر عندك، انه واحد اتسرع كده وايه هو وثلاثه اصحابه يلا بسرعه 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 في البلف في البلف. طبعا لو بتتكلم خط 20 بوصه ولا 22 بوصه في الووتر هامرنج السيرج بتاعه كان عالي جدا، طلع الخط اباف جراوند، ده طبعا القصه كله. الشاهد من القصه انه ده الارينجمنت بتاعت البول فالف ودي الدايمنشن اللي لازم يتوفرها له عليه. والبول فالف فيه نوعين، في حاجه اسمها لونج باترن وحاجه اسمها شورت باترن. اللونج باترن اللي هو 648 مللي، والشورت باترن اللي هو 502 مللي. فانت لازم تبقى عارف التصميم بتاعك انت ضارب الشورت باترن ولا اللونج باترن، واللي بيفرق معاه الزور ده بس، المنطقه دي بتبقى طول شويه وصغيره شويه. معايا؟ طبعا المواصفات الفنيه كلها بتجيبها بما انه فلانج، فلازم توصف له الفلانج فيسنج بتاعتك هي فلات فيس ولا ريست فيس ولا ار تي جي، والفايبنج بلس بتاعتك هو بلس 300 150 3000 6900 وهكذا. والسايز بتاعك طبعا بتحدده، وهتلاقي البرنامج موفر لك كده الوزن على كل سايز فيهم. انا لو قلت له 6 بوصه بلس 150 هتلاقي كاتب لك كده اللونج باترن وزنه 25 كيلو، والشورت باترن وزنه 20 كيلو، وده 3 بوصه على فكره مش 6. لكن مثلا لو جيت على 16 بوصه شايف الارقام مختلفه تماما. المواصفات دي كلها انا جايبه منين؟ هو على فكره الويت ده بيز اون شلامبر جي اند كامرون ريديوسد بور فالفز. شركه شلامبر جي وكامرون طبعا من اشهر الشركات في مجال الطب في مصر، عندهم مصانع بتصنع البلوفات، فالبلوز الوزن ده هم جايبينه من شركه شلامبر جي وشركه كامرون، لانه ده اصلا الايتم ده بيبقى كاستد وبيبقى ستاك، وكل مصنع له الستاندر بتاعه. هو كل اللي بيلتزم بيه الدايمنشن اللي احنا بنتكلم عليها ده، انه المسافه من هنا لهنا قد ايه، المسافه من هنا لهنا قد ايه، الارتفاع بتاعه قد ايه من هنا لنهايه الجير بوكس او نهايه الطار، وحتى الطاره انت بتحددها واحيانا هو اللي بيحددها، فمش ازمه. لكن الوزن ده هو جايبه منين؟ هو بيقول لك جايبه من الشنمبر جي. لكن انت بترجع للمصنع اللي انت بتجيب منه وتقول له ده هيبقى الوزن بتاعه ايه؟ او ممكن تعتمد على الوزن ده كنوع من انواع التقدير وليس من انواع الاكيوريت، مش بالملي يعني مش اكزاكت. طيب عندنا حاجه اسمها الكنترول فالف. احنا قلنا الكنترول فالف هو جلوب فالف ارينجمنت، نفس الجلوب فالف اللي احنا اتكلمنا عليه شويه اللي هو قلت لحضراتكم عليه الارينجمنت بتاعته اهي، وبنشيل الطاره دي وبنحط بدل الطاره حاجه نتحكم فيها. فطالما اتحكمت فيها فبقت كنترول فالف، بتتحكم فيها هيدروليك فبيبقى هيدروليك كنترول فالف، بتتحكم فيه بالكهرباء فبيبقى اسمه اوتوماتيك ارينجمنت فبيبقى اوتوماتيك كنترول فالف، بتتحكم فيه بموتور فيبقى موتور اوبريتد فالف وهكذا. لكن هو الفكره كلها هي واحده، هو جلوب فالف والدايمنشن بتاعته كلها لازم بيغطوها لك، حتى ده مش عايز ادوبتد، دي كلها بوكسيميتي يعني كنترول فالف، بيختلف من مصنع لمصنع. لكن الدايمنشن الوحيد اللي اكزاكت ولازم الناس كلها تحفظ عليه اللي هو 18.6 تفلكس، لان حضرتك بتعمل بايبنج ارينجمنت كلها، واخر حاجه بتوصل في المشروع هي البلوف دي اللي على المصنع يصنعها ويتستها ويبعتها لك وتتصنع على حسب الريكويرمنت بتاعتك، لانه الكنترول فالف هتتحكم فيها ازاي وهتتحكم فيها بسيجنال نوع ايه، عندهم تفاصيل كتير جدا الجماعه بتوع الانسترومنتيشن، فما بتطلبش في الاول خالص نتيجه متاخره. في عندنا حاجه من انواع البلوف اسمها محبس بلي اسمه 6 فالف. ال6 فالف في انواع كتير جدا من ال6 فالف. هو كلمه ال6 فالف دي احنا بنقولها بالعربي كده، لكن هو صمام عدم الرجوع. صمام عدم الرجوع ده الارينجمنت بتاعته لو حضرتك شايف، هو في بس ارينجمنت هنا حاجه كده شايله البيستون ده، لما الميه تيجي تزقه كده يوم فاتح لفوق وسامح للميه ان هي تعدي، لكن ان هي ترجع تاني ضغط الميه نفسه هيضغط على البوابه يبقى فاتح. فده احنا بنسميه سوينج تشيك فالف، سوينج اللي هي الارينجمنت ده بنسميها سوينج، فهي كده سوينج تشيك فالف. وبما انه فلانجت فلازم احط مواصفات الفلانجت. وزي ما حضرتك عارف البلف ده يشتغل في الارينجمنت ان هو هوريزونتال زي ما حضرتك شايف كده، الفلو يمشي من هنا ويطلع من الجهاز. طب انا لو حطيته فيرتيكال يشتغل؟ اه يشتغل، لكن لازم حضرتك تبقى عارف ان البريشر دروب بتاعه هيبقى عالي جدا، فلازم تعمله كالكوليشن لانه محتاج الفلو يقدر يشيل السوينج ارينجمنت دي كلها. فدي بتبقى ارم حديد وهنا مسامير تقيله وهنا ارينجمنت كاسكت تقيله، فانت لازم تبقى عارف ان البريشر دروب هيبقى عالي فيه. لكن هو ما بنستخدموش عامه دلوقتي، لكن هو يقدر اه يقدر يشتغل عادي، لكن هيضلك في الضغط بتاعك. في عندنا حاجه اسمها ويفر تشيك فالف. ويفر تشيك فالف ده اللي هو ايه؟ الدراع الجهادي ودراع الجهادي وراهم سوسته. اول ما الفلو يجي هنا يتغلب على قدره السوسته، السوسته دي بتبقى ضعيفه جدا، يعني انت لو لمست البتاع ده باسنانك باصبعك يتسدح. فاول ما الميه تيجي هنا تبدا تمثل ضغط على البوابه دي،
دي بوابه معموله شكل نص دايره بالظبط، وهنا مفصله البوابه شاكه في حاجه في النص هنا اللي هو دراع في النص كده، دراع ده شايف الارنجمنت ده، السوسته بتاعتك نص يمين ونص شمال، وادي بوابه يمين وادي بوابه شمال، اللي هي بوابه هنا فوق وبوابه تحت. الفلو هيجي هنا يضغط على ده وده، تقوم تفتح تعمل ايه حاجه زي سبعه كده والفلو يعدي كده معايا. خلينا نوريها لكم ويفر تشيك فالف تشيك، هو ده المحط بتاعنا، ده سنجل ويفر تشيك فالف، ده دبل ويفر تشيك فالف اللي هو اللي احنا شغالين عليه بنتكلم عليه ده، بالمنظر ده بوابه وبوابه وفي سوسته، ويبدا الفلو يجي من الجهه الثانيه يفتح لي البوابه. شايف الارنجمنت بتاعته، هذا في الحاله العاديه حاله الكلوزنج انه الميه ضغط عليه من هنا، فالميه بمجرد ما بتضغط عليه من هنا بيبقى مقفول، طيب الميه لو ضغطت عليه من الجهه الثانيه بيفتح، فبيعمل ايه الفلو انه يسمح للفلو انه يعدي من حواليه من يمينه ومن شماله وهكذا. هذا بنسميه ويبر تشيك فالف، وتشيك فالف يعني ايه؟ يعني اسمها عدم رجوع. ماشي يا باشمهندس، يبقى ده حاجه اسمها ويبر تشيك فالف. وقلت لحضرتك طالما هو فلانج فلازم نتكلم عن نوع الفلانج الكهادي ونوع الفلانج الكهادي، وزي ما حضرتك شايف هو 18 سم وبيبقى اقل من كده حتى، يعني لو رحنا لسايز صغير اي حاجه صغيره خالص كده، اعصاب عصام ده عنده حاجه دماغ كده، فلازم تتكلم على انه فلانج ويبر تشيك فالف، وتقول له السايز بتاعه كام، وتقول له الكلاس بتاعه ايه اللي هو الكلاس بتاع الفلانج بتاعته، وتقول له الفيس بتاعه ريز فيس ولا بليد فيس ولا وهكذا. طيب في عندنا حاجه اسمها ويبر سوري ويبر تايب بتر فلاي فالف. ويبر تايب بتر فلاي فالف ده خلينا اوريه لك، اصبر ويبر بتر فلاي فالف ده اللي هو ويبر تايب بتر فلاي اللي هو محبس فراشه، وده المنظر بتاعه ده المحبس قدام اهو، ده الارنجمنت بتاعه كله، ده بيتحط ما بين فلنجتين، والفلنجتين بيعدوا المسامير بتاعتهم بتعدي من الاخرام اللي هي معموله ده، ولما تحرك يمين او تحرك شمال يتعمل مفتوح والنص بتاعه بيطلع بره. يعني شايف اوريها لحضرتك، يعني انت لو حطيت السايد فيو بتاعه هتلاقيه بيخش جوه البايب نفسها. شايف دي مثلا، شايف لما بتفتح المنطقه اللي في النص بتتعمل متعامله كده بتطلع بره، طبعا هي بتبقى اكبر من كده شويه كمان اهي. شايف حضرتك نصه طالع بره يعني داخل في البايب بتاعه، يعني ايه؟ يعني لو حضرتك عايز تفك البلف ده وهو في وضعيه مفتوح مش هتعرف تطلعه، لازم تقفله وبعدين تطلعه، خلي بالك من النقطه دي. فده الارنجمنت بتاعك ماشي، يبقى ده اسمه ويبر تايب بتر فلاي فالف. بتر فلاي فالف يا جماعه فراشه، وده الدايمنشن بتاعته كلها، والدايمنشن برضه هو نفس القصه، الكلاس بتاعه الفلانج بتاعه عشان يعمل لك الارنجمنت بتاعتك، يعني ايه؟ يعني الاخرام ده ايه؟ ده هو الويبر تايب. الاخرام ده ايه؟ على حسب الكلاس بتاعتك بتتحرك، لان اماكن الفلانجه عدد المسامير بيزيد الكلام ده كله، فانت لازم تحدد له الكلاس بتاع الفلانج. يعني انت لما تيجي تبص عليه هنا تقول لي يا باشمهندس هو انا هنا محتاج الفلانج ليه؟ وهو هيتحط ما بين فلانجتين، اقول لحضرتك ان الويفر تايب محتاج نوع الفلانجه لانه بيبقى في المكان بتاع المسامير اللي بتركب فيها الفلانج زي ما حضرتك شايفها كده. فعدد المسامير كل ما بترفع الفلانج كلاسنج، الفلانج كلاس عدد المسامير بيزيد، وبالتالي الرينج بند بتزيد هيزيد فيها فتحات لاماكن المسامير بتاعتك. يبقى ده اسمه باتر فلاي فالف ويفر تايب كلاس 300 نومينال بايب سايز هنا 24 وليكن وهكذا. اخر حاجه عندنا اللي هي اللاج تايب باتر فلاي فالف اللي هو ده، انا لخبطت بينهم، ده الويفر تايب اللي هو ملوش اي ارنجمنت، ده بيركب كابس. اللاج تايب اللي هو ده اللي هو فيه اماكن المسامير، وده بيختلف بقى الريتنج بتاعه، ده اللي انا كنت اللي هو ده، يعني ده كده الويفر تايب وده اللاج تايب اللي انا كنت بوريك حضرتك. طيب بطر فلاي فالف مع انه مكتوب هنا معاكس ويبر بطر فلاي فالف، انا بعكسهم برضه ده ايه؟ لاك تايب. يبقى ده الويفر تايب بطر فلاي فالف ما فيهوش اي مسامير، لكن اللاك تايب بطر فلاي فالف في اماكن من المسامير زي ما حضرتك شايف، وهي نفس القصه يا باشمهندس، نفس الفكره، هيديك شويه دايمنشن لو، والدايمنشن دي اصلا مش ادوبتد من لازمي، والمصانع هي اللي بتديك الدايمنشن دي، لكن اللي يهمك قوي فيهم هو الدايمنشن اللي هو العرض. سيبك بقى من الباقي، كلات الباقي مش هيفرق معاك حاجه، لان المصنع هو اللي هيديك التفاصيل. يبقى احنا اتكلمنا عن كل انواع البلوف دي، وعرفنا كل بلف دوره ايه وبيعمل ايه،
وعرفنا انه في حاجه اسمها جيت فالف كلوب فالف بول فالف، احنا تعرضتهم تاني. الارينجمنت التفاصيل دي كلها هي الاند كونكشن بتاعته، بما انه فلانجد، بما انه فلانجد وفي فلانجة جهادي وفي فلانجة جهادي، فانا لازم ادي مواصفات الفلانجة كلها. طيب لو رحت قلت له هذا الفالف اهو تاني، وقلت له هو بات ويلد فلانج، بات ويلد فالف، هنتعرض لهم كلهم واحد واحد، يعني هنا نتعرض لجيت فالف. هو نفس الجيت فالف اللي احنا اتكلمنا عليه بنفس الارنجمنت، الا انه الاند كونكشن بتاعته سوكت ويلد، يعني هو ايه في مكان كده ان انت ايه هتلحم منه. فهي في بيفل في الاخر، بيفل اهو عشان تلحم فيه البايب. وبما ان في بيفل في الاخر، فانا هقول لك شويه حاجات. هقول لك الكلاس، والكلاس هنا عشان يغطي لك السيكنس ده ويتحمل الغطاء في كام، والسايز مفيش اكتر من كده. لا هقول لك الفيسنج ده، انا عارف ان هو باط ويلد، يبقى احنا خلصنا الحوار ده. الحاجه الثانيه انه الباط ويلد غير الفلانجد، الفلانجد معروف ان هو يتركب بمسامير ويتركب بمسامير، فالسيل بتاعه كلها ما بيبقاش مصمم انه يتحمل درجات حراره عاليه، لكن الباط ويلد السيل بتاعه بيبقى مصمم انه يتحمل درجات حراره عاليه جدا، لانه منطقه الالحام درجه حراره توصل ل 1000 1200 درجه، فلازم السيل ده هيولع نار. فلازم تبقى عارف من النقطه دي ان الباط ويلد او الفالف اللي مش مخصص للحمل، يعني هو ثريدد، ما تروحش حضرتك تتبرع وتلحمه. هو هيتلحم، هيتلحم بس هيبوظ ان شاء الله. السيل بتاعه يقوم ضارب وتلاقيه بدا يلاقي. وده حصل معانا في مشروع من المشاريع. طيب عندنا في حاجه اسمها الجروب فالف، هو نفس الجروب فالف ارنجمنت، والكلاس هنا فايدته ان بيقول لك الديزاين بريشر بتاعه ان هو عالي، يعني يقدر يشيل ضغوط عاليه، وهو الجروب فالف ارنجمنت بس هنا معمول له بيفل مجهدي وبيفل مجهدي علشان اللحام بس. طيب وهتلاقي السايزات دايما اخرنا 12 بوست في اي حاجه سكت او باتون دايما، مفيش والله لا في الجيت فالف كتير، لكن في الجلوب فالف ما بيزيدش عن 12 بوست. وعلى فكره الجلوب فالف ما بيزيدش عن 12 بوست حتى في المايس بتاع الفلانج. لو فتحنا الفلانج ده، الفلانج في الفالف، الفالف زي الفلانج هات الجلوب فالف 12 بوست، فاللي يقول لك انا اجيب لك كنترول فالف اكتر من 12 بوست يبقى بيضحك عليك، لانه اقصى حاجه في الجلوب فالف 12 بوست. والجلوب فالف هو اشهر فالف بنتحكم فيه في كنترول. طيب نرجع للفلنجات بتاعتنا للبوف، في عندنا حاجه اسمها البوت ويلد، قلت لك اول حاجه الجيت والجروب، بعدين البول فالف، هو نفس الارنجمنت اللي احنا شفناها، وبرده نفس القصه في لونج باترن وشورت باترن، والاند كونكشن بتاعته هنا هيبقى ولد بس. وهتلاقي طبق لك تقريبا كل سيزون لغايه 36 بوز اهوت، عندك بوت ويلد بول فالف. البوت ويلد سوينج تشيك فالف، هذا سوينج تشيك فالف نفس القصه اهو اللي احنا بنقول عليه في الصباره، ومعمول الارنجمنت بتاع البوت ويلد، ونفس القصه في عندك سيزون لغايه 36 بوز. ماشي يا باشمهندس، وبنوصفه ازاي نور 24 بوزه. طيب بوت ويلد سوينج تشيك فالف كلاس 300، وما تنساش تعمل فيل الستاندر عشان يبقى عارف ان القيمه الشهر ده جاي لازم يبقى 16.10. طيب النوع الاخير اللي هو احنا كلنا كده عارفينه وبنشتغل فيه، اللي هو الثريدد اللاب الاخير، فهو نفس الانواع من البروف، هي جيت فالف لكن معمول ارينجمنت هنا ثريدد، ان انت تلوز البايب وتركبها بجهدي، تلوز البايب وتركبها بجهدي، ودايما هتلاقي السايزات بتاعته قليله جدا لانه بيستخدم في التطبيقات الصحيه بس، ما بنستخدمش احنا الثريدد في التطبيقات لانه ما بيشيلش ضغوط عليها. فهتلاقي تطبيقات صحيه بس، يعني اعمال سباكه وكلام ده. نفس القصه جلوب فالف، وده برضه نفس القصه في الفلانج ريدنج بتاعه هنا هيبقى بلس 300 و 1500 اللي احنا اتكلمنا عليهم، ان الحاجات الثريدد الملوظه بيبقى ليها كلاس مختلف شويه عن الحاجات الفلانج. وهنا السايز بتاعه 2 بوصه نفس القصه، وده ثريدد جلوب فالف، وحتى ده ازمي انا ضبطه، يعني ازمي ما تبنيتهوش لكنه موجود ومش في السوق. في برضه عندنا نفس القصه ده التشيك فالف ضمن الرايب سايز هوريزنتال، التشيك فالف ده هوريزنتال ومحسوبه هنا يجي الفلو يرفعها وتمشي تحت الكاتر وهكذا. وده نفس القصه، اقصى حاجه في 2 بوصه وبلس 300 1500 لو هو بيحب يشتغل. الثريد دايما ما بنستغلش، ما بيشيلش ضغوط عاليه، فهتلاقي الارينجمنت بتاعته قليله جدا، والمسافات بتاعته الاخيره 2 بوصه كتيره ما فيش في حاجه تانية. في حاجه اسمها الفيرتيكال تشيك بال، وهنا الفيرتيكال تشيك بال هو بيلي زي ما حضرتك شايف كده، الفلو لما بيجي بيرفعها، لما بتترفع فوق شويه يبقى في جروف فاضي هنا، فبيبدا الفلو يعدي من ورا البليه ويعدي الميه تيجي من الجهه الثانيه تضغط على البليه تقوم قافل المسار بتاعها يبقى قافل وهكذا. تمام كده؟ يبقى ده اسمه فيرتيكال تشيك فالف. اخر حاجه اسمه ثريدد بول فالف، وده مشهور جدا اهو حتى بالدراع بتاعه، ده اخر 2 بوصه، وده الارينجمنت بتاعته بتمرز من جهاد ومرز من جهاد، وبتدخل فيه البايب المرزه من جهاد ومن جهاد، ده نفس السباكه المنزليه اللي عندك. طيب يبقى ده ثريدد فالفز. تعالى نخش على اخر حاجه عندنا اللي هي السوبر تولد فالفز، وهي نفس الارينجمنت بتاعتها.
بس السايزات هتلاقي فيها كتير شويه، اكبر حاجه بسيطه في بعض المزايا يعني، ده 80 بوصه و800 و1500 هو 6 فولت يعني، يعني الباي بتخش البيت هنا وندي لها سيل ولد من بره هنا، والباي الجهاز تخش ندي لها سيل ولد، ودي الدايمنشن بتاعته برضه هو ازمي على الدكتور يعني، مش تبع الازمي لكنه مشهور وبيستخدمه برضه في السوق، لكن ما بتحبش تضغط عليه قوي ولا حاجه. وهو نفس القصه، ده نفس القصه بروب بالب اهو، ده الريجيمنت بتاعتك، الفلو بيجي من هنا يخش، بعدين لو دي مفتوحه ينزل من هنا ويمشي وهكذا. هوريزونتال تشيك فالف نفس الارنجمنت الثانيه، بس هو من هنا معمول له 6 دول. فيرتيكال نفس القصه، هي الكوره ولما بتحط ويلدد سوكت ويلدد بول فولت، هو ده نفس الثاني بالظبط. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على مين؟ على انواع الفلنجت، على انواع البروف، واللي يهمني فيهم هنتكلم عليه في البرنامج اللي هو الفلنجت فولفز والباط ويلد، تطبيقاتها قليله جدا في الدرين لاينز، لكن اغلب التطبيقات بتاعتنا دايما بتبقى البروف فلنجت فولفز. وليه فلنجت؟ لانه دايما البروف بيبقى فيها مشاكل، فبتحتاج نشيل عشان الصيانه، نبدل الباكنج بتاعها، بدات تلين، بدات تسرب، البيستون فيه مشاكل، فانا لو عامله لحد هبقى افكه ازاي؟ لازم اعرف عشان اطور الخطوط. فدايما النورمال براكتس بتاع البروف ان هي تبقى فلنجز، ان هي تبقى فلنجز. في البروسيس بايبنج دايما نادر 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 ما تلاقي بروف اعلى من 2 بوصه فلنج، مش فلنج يعني الحق، يعني 2 بوصه فما فوق دايما بيبقى فلنج، اقل من 2 بوصه بنسمح بيه في اللحن، لانه بيبقى خطوط درين، بيبقى خطوط فينت، بيبقى خطوط برانشز بسيطه انسترومنتيشن كده. لكن لازم تحط في دماغك ان كلها مكونات ميكانيكيه، هنا في سيل من هنا، وهنا في سيل من هنا، وهنا في جاسكت وهكذا، فالحاجات دي كلها مع الوقت بتتاكل، ومحتاج تصينه، ومحتاج نعمل تيست قصص يعني. فدايما المشهور جدا في البراكتس بتاعنا هو الفلانجد، وهتلاقي فيه انواع كتير جدا ومقاسات كتير جدا في الفلانجد فالفز. يبقى احنا كده اتكلمنا على انواع الفلانجات، واتكلمنا على انواع البروف، تعالوا اخر حاجه هنغطيها هنا اللي هي الجاسكت. الجاسكت عندنا ثلاث انواع من الجاسكت، شايف حضرتك اول حاجه نون ميتال الجسم، اول نوع من انواع الجاسكت اللي هو نون ميتال فلات جاسكت. النون ميتال فلات جاسكت دي بنستخدمها مع الفيس بتاع الريست فيس او الفلات فيس، الفلات فيس بتبقى فول فيس جاسكت، تعالى اوريها لكم هنا، فول فيس جاسكت. الفول فيس جاسكت بتبقى زي ما حضرتك شايفها كده، بتتحط على الفلانج الفلات فيس، وبيبقى لها اماكن المسامير بس، شايف اماكن المسامير؟ المسامير بتخش من هنا، فتبقى جايبه الفلانج منين لفين؟ تعالى اوريها لك يا مسامير دوركس، بتبقى واخده الفيس كلها. سولو دوركس من عندنا شايف، بتبقى واخده الفلانج دهين من الاول لهنا ولاخر ده، هي نفس الفيسنج ده بس فلف راس، وبيبقى لها التخانه بتاعتها، سي مثلا 1.5 مللي او 3 مللي او 4.5 مللي على حسب الاستاندرد اللي شغال عليه، وعلى حسب الماتيريال بتاعته. يبقى دي كانت اسمها ايه؟ فول فيس جاسكت. طيب لو هي بتاعت ريزد فيس هتبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، جاسكت بتيجي على الشفه بتاعت الريزد فيس كده، وبيبقى فيها زياده بس حاجه بسيطه، وتبقى فوق الشف يعني فوق الحته دي. تعالى برضو نشوف على صوره دركس. تعالى نروح لويندو ريزد فيس، اهي شايف الشفه دي؟ دي الجاسكت بتاعتك، بس يعني فيها رفرفه سنه شويه يعني، اعرض بقى شويه، بتتحط برضو على المنطقه دي، وبنسميها ريزد فيس جاسكت، او بنسميها نون ميتاليك في البرنامج، بنسميها نون ميتاليك فلات جاسكت، ثانيه فول فيس جاسكت ودي فلات جاسكت، فول فيس او فلات جاسكت. فول فيس بنستخدمها في الفلات فيس، مش عارف البرنامج شايف كل حاجه اللي هي فلات فيس دي، لكن هو فول فيس موجوده وفلات جاسكت موجوده. الفلات جاسكت اللي هي اللي بنتكلم عليها دي، اللي هي بتيجي عند الشفه بتاعت الريست فيس، والفلانج الجهادي والفلانج الجهادي يعصروها في النص، فتمنع الليد ما بينهم وبين بعض. يبقى دي من حاجه اسمها ال نون ميتاليك فلات جاسكت از بر اس بي 16.5، دي كلها عشان مين؟ عشان المواصفات. ودايما بنحط لها السيجنس، دايما ما بنحطش كلاس، بنحط السيجنس. واللي كفرت الدايمنشن دي هي الاس بي 16.21، والسيجنس اللي بيحدده مين؟ اللي بيحدده بنحط الكلاس ربي، السيجنس هنا اللي بيحدده الكلاينت، يعني انت مثلا حسب الستاندرد بتاعك اللي انت شغال عليه، احيانا يطلب منك ان الجاسكت ما تزيدش عن 1.5 مللي، او ما تزيد ما تقلش عن 3 مللي، او ما تزيدش عن 4.5 مللي وهكذا. فهي الكلاينت ريكويرمنت انت بتحققه، والفلانج ريتنج هنا اللي هو الكلاس 300 لازم تحدد الفلانج بتاعك كلاس كام، عشان يبقى ماتشنج عليها من جوه، وعشان يبقى ماتشنج عليها من بره. فانا عشان اوصف اي جاسكت لازم اقول ان هي 10 بوصه من البايب سايز، وهي ميتريك ولا نون ميتريك، فبقول له ميتريك او بحدد الميتريك بتاعتها،
لو هي نون سبيس توست بحط سبيس توست، لو هي مش عارف جريد جريد بحط جريد جريد، وفلات جاسكت دي يعني مصممه للريست فيس، لو فلات فيس هتبقى فول فيس جاسكت، والازم بي 6.5 هو بيقول ان هي هتبقى ماتش مع بي 6.5. هو انت اصلا لو عملت كل الازم بي 6.21 هو هيطبق لك نفس الكلام ده كله، وبعدين بتقول الفلات جريد بتاعتك ان هي بلاس 300 ريست فيس. طيب عندنا حاجه اسمها اهي والله جدي نفس القصه في السايزات ما بعد ال 24 بوصه، من اول 26 ل 60 بوصه لها ستاندر مختلف، فبنقول عليها جاسكت نومينال فلات جاسكت اس بي اس بي 6.47 للفلانجه نفسها، والستاندر اللي بيتكفرها هو اللي هو الازمي بي 6.21، فملوش معنى خلاص ان نفصلها لوحدها لكن هي مفصوله لوحدها. ماشي، يبقى ده توصيف في الجاسكت بتاعتك. اول نوع اللي هو ايه نون ميتاليك فلات جاسكت، وهي بتكفر الفلانجات، فانا ما بقولش اصل الفلانجه، انا بقول له ريز فيس، انا بقول له الفلانج ريتنج بتاعه، وبقول له هي ريز فيس ولا فلات فيس. لو فلات فيس بيبقى الجاسكت نفسها نوعها فول فيس، ولو هي ريز فيس بتبقى جاسكت فلات جاسكت فول فيس جاسكت او فلات فيس جاسكت. تمام كده، هنروح على الجاسكت. عندنا حاجه اسمها سبايرال ويند جاسكت. السبايرال ويند جاسكت دي ايه؟ بتبقى جاسكت ميتاليك، ميتاليك جاسكت، والحته اللي في النص ده تعالى اوريها لكم، بتبقى حشو معدني ملفوف. سبايرال ويند جاسكت. سبايرال ويند جاسكت. شايف حضرتك الجاسكت بيبقى عامل ازاي؟ المنطقه اللي في النص ده بتبقى منطقه معدنيه لفه كده حلزوني، هوريها لك كام شويه، والمنطقه دي بتبقى الانر رينج، والمنطقه الثانيه دي بتبقى منطقه عامله زي الاوتر رينج، بتبقى عامله زي الاوتر رينج كده، وده الرينج بتاعك بيبقى ميتال معمول بشكل عام زي حرف البي كده لابسه بعضها. هو انت لما تكبس عليها تقفل اكتر، مش حاجه سهله يعني، ده لما بتفتح ممكن تعور اي حاجه. شايف الرينج بتاعك كده الصوره دي اوضح شويه، فده بنسميها سبايرال وند جاسكت. والله الصوره مش واضحه. والسبايرال وند جاسكت لها تطبيقات بنستخدمها في الضغوط العاليه بس، ما بنستخدمهاش عادي يعني. النمس بس جاسكت مثلا ممكن تغطي معاك لغايه حوالي 70 او 80 بار، فوق ال 70 او 80 بار على حسب الاستاندرد اللي انت شغال عليه بتبدا تروح للسبايرال وند جاسكت، لان هي اللي بتتحمل الضغوط العاليه. دي كلها بتبقى حرف دي كده من المعدن ملفوف سبايرال، يعني لف جوه بعض كده ايه لفات كتير جدا. فده الرينج بتاعتك بتبقى حته عاليه، وبعدين الاوتر دايمتر الاوتر رينج والانر رينج والاوتر رينج، وكل واحده لها دايمنشن فيهم، ودي بنسميها سبايرال ويند جاسكت. وهي مضغوطه بتبقى 3 3 من 10، لكن وهي مش مضغوطه بتبقى اكتر من كده. فهو الدايمنشن دي وهي مضغوطه، بعد ما تضغطها بتوصل لك حوالي 3 3 من 10. طيب يبقى ده حاجه اسمها السبايرال روند جاسكت، والسبايرال روند جاسكت هي بنفس المواصفات الفنيه، لازم تحدد لي نوع الفلانج بتاعتك عشان اغطي لك المنطقه دي، فهي تقول لي مثلا دي هي ريز فيس ولا فلات فيس، الفلانج بتاعتك بلس كام؟ بلس 300 بلس 150 بلس 900 وكده، وبنكفرها للفلانجات، بتكفر هي من الفلانجات من نص بوصه لغايه 60، فالازمه مكفره لك من نص بوصه 24 في الازمه بي 6.5 والباقي في الازمه بي 16.47. فهي نفس القصه، هتلاقي عندك ايه بي 16.47 لوحدها، سيريز اي وسيريز بي برضه لوحدها. الستاندرد اللي بيكبر الدايمنشن دي كلها هو الازمه بي 16.2. اخر حاجه عندنا في انواع الجاسكت اللي انا وريتها لكم، اللي هي رينج جوينت جاسكت، ودي في منها نوعين، في منها نوعين، نوعين اللي هو الاوفر لاير اللي هي ايه شكل بيضاوي زي ما حضرتك شايف كده، ودي كبرناها برضه لازم بي 6.2. وفي حاجه اسمها الاوكتاجونال جاسكت او الاوكتاجونال لاير تايب، وهو شكله مسداسي زي ما حضرتك شايف كده، والدايمنشن بتاعته زي اللي حضرتك شايف، ودي بنستخدمها مع مين؟ مع الار تي جي فلانج. وهتلاقي عندك مثلا ار 11 يعني السيز بتاعها اتغير شويه، ار 25 يعني ايه اللي هو ايه شغل التحويل بتاعه. ماشي، في عندك حاجه اسمها الار اكس رينج جاسكت اللي هي بالمنظر ده، وفي حاجه ثانيه اسمها البي اكس رينج جاسكت اللي هو بالمنظر. هو كلها تطبيقات، كل الحاجات دي بنستخدمها، اشهر واحده فيهم الريفر رينج هي دي اكتر واحده بنستخدمها، وهي انا وريتها في السوبر دوبس شكلها بيبقى عامل ازاي. هي بتبقى حلقه معدنيه، حلقه معدنيه ويندو
هي بتبقى بمنظر الحضور ده شايفه ده. دي على فكره اوكتاجونال، لكن الثانيه اللي انا عايز اسال الاوفال، الاوفال بشكل بيضاوي بالظبط، هي دي الاشهر واحد استخدمه اللي هو الاوفال رينج اللي هو بمنظر الحضور. ودي على فكره بتبقى واحده مش حاجه سهله يعني. حاجه يعني شكلها شايف عامل ازاي؟ حاجه شكلها مرعب كده، غاليه غاليه، واحده دي ب 4650، وبتستخدم في الضغوط العاليه العاليه الاول كمان، وبتتحمل ضغوط كل ما تنفع يعني اي رقم انت عايزه. ومشهوره جدا في الاي بي اس، الاي بي اي ستاندر دي اللي احنا قلنا عليهم. دول النوعين هم الاوكتوجونال، الاوكتوجونال اهوت الار اوكتوجونال والار وبان، هم دول كود الدايمنشن بتاعتهم كلها اللي بنقدر نكفرها لنا. وعلى فكره انا كان ممكن احضر الحاجات كلها قبل ما افتحها، لكن انا حابب اوريك كل حاجه واحنا شغالين، ان انت تتعود دايما تشوف الحاجه بعينك. يبقى احنا كده كفرنا كل البايبنج فيتنج وماتريال اللي احنا بنتكلم عليها، كفرنا الفرنجات كلها واتكلمنا عليها، كفرنا الفيتنج كلها واتكلمنا عليها، كفرنا الجاسكت، كفرنا الفلانجز، كفرنا اللاين بلانكس، كفرنا البايب. الحاجات الباقيه دي كلها العب حضرتك فيها شويه، هي حاجات لطيفه خالص ولذيذه. الورد برانشز اللي احنا كفرناها هنا هي هيتعرض لك لانواع صمويل اتفرج عليها، وعندك يو ان سي ستاندر والازو ستاندر اللي هو مثلا ام 60 ام 50 ام 15 ام 14، اليو ان ستاندر اللي هو الاولى بعد النص بعد الربع وهكذا، الاستمارات الاسترينر نفس القصه بتاعت الاسترينر، هو دايما الاسترينر مش هتلاقي له ستاندر، ودايما الاسترينر بيتصنع حسب ريكويرمنت والمشهور في السوق قليل يعني، فعشان كده بقول لك ايه بص عليه وخلاص. في عندك الاسترينر انواع كتير، هو بات ويلد او فلانجد او وهكذا، ده الفلانجد استرينر وده ايه نسميه حتى هو مش بيسميها، ده الاي تايب، ده حرف واي، فالواي تايب استرينر. هو طبعا الاسترينر فيها تفصيلات كده كتير جدا، وفيها كلام، وده بنسميه كاستم بارت في البرنامج لما نيجي نشتغل، هتلاقينا دايما احنا بنصنعه وبنرسمه وبندخل عليه الدايمنشن، وهو نفس الارنجمنت بيبقى يعني حاجه فيها مصر صغير خالص كده او مش، وعلى حسب الترومبه اللي انت جايبها، لان دايما بتحطها بالترومبات، على حسب الترومبه اللي انت جايبها بتبدا تحدد السبيسيفيكيشن بتاعت المش والبارتيكلز اللي ممكن تخش على الترومبه ما تتاثرش بيها، والحاجات دي كلها اللي بتديها المصنع بتاع الترومبه نفسه. في بقى ايه شويه حاجات في البرنامج جميله جدا اللي هو السبيسنج، ده له ستاندر كامل على فكره اللي هو لازم يصير 36.10 ام. بيقول لك مثلا لو عندك بايب مثلا واحد بايب 6 بوصه وبايب 3 4 بوصه، اقل مسافه ما بينهم ريكويرمنت اللي هو البايب سبيس اللي ما بيني وما بيني اكثر حاجه اقل حاجه ايه الجاب تبقى 15 مللي، فهو هنا بيكتب لك الجاب، لكن هنا بيكتب لك 6 بوصه. فده ايه المينيمم ريكويرمنت جاب ما بين البايبات، دي ليها ستاندرد، بقول لحضرتك احنا عاملين ستاندرد كل حاجه. لو البايب دي عليها انسوليشن فهتلاقي الجاب كبر شويه، فهنا كده 15 مللي الهواء الصافي ما بين الانسوليشن اللي هنا والانسوليشن اللي هنا، وهو افترض جدلا ان الانسوليشن اللي هنا 25 والانسوليشن اللي هنا 25، فحضرتك بتبقى عامل حسابك ان السنتر من السنتر ده اللي يهمك ان انت تحقق جاب 25 مللي فبتعمل. وطبعا انت تقدر تحدد هنا ايه السيكنس بتاع الانسوليشن الثاني والسيكنس بتاع الانسوليشن الثالث والسايز الاولاني واحد بوصه مثلا والسايز الثاني ثلاث ارباع ونص بوصه، وهو بيحدد لك الدايمنشن ده سنتر في سنتر قد ايه. الحاجات دي وكلها على فكره ستاندر للازمه واحد بس. الحاجه الثانيه عندك فلانج هي وفلانج هي، ما ينفعش اجيب الفلانج دي اعملها هنا ولا هنا، لا ستاندر برضه. وانا قلت لك لازم كفرتين وتفصيل كتير جدا على حسب عرف السوق او الخبرات السابقه. فالفلانج دي لو هو في خط ده فلانج وده خط ده فلانج، اعمل الجاب قد ايه؟ هي نفس القصه، الجاب هي 25 مللي، 25 مللي بتتحسب ازاي؟ حضرتك بس هتقول لي ان الخط الاولاني كام والفلانج ريتنج بتاعه كام والخط الثاني كام والفلانج ريتنج بتاعه كام، هيقول لك هو الدايمنشن سنتر في سنتر دي معايا يا باشمهندس. وهو الفكره كلها ان هو بيحقق جاب من الفلانج الكبير 25 مللي، هو بيحسبها لك، لكن ده برضه ريكويرمنت من الازمه بي 625 او الازمه بي 6247. الحاجه الثانيه ان هي لو بايب بفلانج انسيوليشن عايزين نعرف الجاب او السنتر تو سنتر، اسيب المسافه دي، ودي بتهمنا جدا في الشغل بتاعنا علشان اعرف المينيمم ريكويرمنت ان انا اسيب جاب ما بين البايب والبايب قد ايه، يعني ما تروحش تعملها 80 سم ما تروحش تعملها 1 سم، فلازم يبقى لها عرف نعرف نشتغل عليه. في عندك حاجه ثانيه اسمها ايه سيكس باند، انا لو عندي بايب وعايز اعرف
احملها النقطه من كام وكام عشان مثلا اعمل المسافات بتاعت الباي باك. فهو هنا بيديك الماكسيمم ستريس على حسب الباي بتاعتك. الباي هنا بيحسبها لك ازاي؟ بيحسبها لك ان هي فيها ميه اهي. This space can be used for vertical guide wells. ماشي، for vertical guide wells. هو الفكره هنا انه بيعتبر ان الميه دي فيها ميه، الباي دي فيها ميه ويحسب الوزن بتاعها ويشوف الباي نفسها تقدر تعمل هولد من نفسها على المسافات قد ايه. وبالتالي يقدر يحدد مكان السبورت الاولاني والسبورت الثاني. فهتلاقيه دايما بيحتاج منك ان مواصفات البايب ايه، لازم تقول لي ستاندرد لو محمله شويه. يعني انا لو رحت للطابق الاكس سترونج هتلاقي المسافه دي كبرت، لانه خامه البايب تقدر تشيل نفسها اكتر من كده، وهي هتبقى فاضيه ولا مليانه. العزل بتاعها 25 اللي هو 1 بوصه ولا بوصه ونص ولا 2 بوصه ولا 2 بوصه ونص ولا 3 وهكذا. فانت بتحدد الحاجات دي كلها، هو بيديك الماكسيمم سبانس اللي ما بين البايبات. ودي بتبقى مفيده جدا خصوصا لما تيجي تمشي البايب بتاعتك على بايب راك، مش محتاج بقى توجع قلبك ولا تقعد تحسب ولا الكلام ده كله. ممكن تروح تاخد مواصفات البايب راك اللي عندك وتشوف المسافات اللي ما بينهم دي وتبدا تشتغل عليها. الحاجه الثانيه البايب فلكسبيليتي، دي قصه كبيره جدا. ده على فكره بيبقى لها حسابات كثيره وبتتعامل بالستريس. لما يكون عندك مثلا خط طويل والخط ده في ستريس عالي وفي تبدل حراري، فالماتيريال بتاعتك هي اللي، فهو هنا بيعلمك ازاي تعمل انكر للسبان. لكن ده فائدته ايه؟ ده بيمتص التمدد الحراري بتاع الخط، يعني خط طويل مثلا خط رايح للفولير ولا الكلام ده، بتعمل الاكسبانشن لوب، ده اسمها اكسبانشن لوب. الاكسبانشن لوب ده فائدته ايه؟ شايف حضرتك عامل لك بند في البايب الجهادي وبند في البايب الجهادي. هو الفكره كلها انه يقدر يستوعب الاكسبانشن بتاع الخط، الخط ده اتمدد حراريا فبدا يضيق من هنا او يوسع من هنا صيف وشتاء، فالبايب الخط ما يتكسرش في الخطوط الكبيره بس اللي هي اوف جراوند، بيتعمل له اكسبنشن دوم وبيبقى له كالكوليشن. فهو هنا بيقول لك خلي بالك لما تيجي تعمل انكر، الانكر لازم يكون فين؟ يعني اجي اثبت البايب خلي بالك المسافات كام، وبتحتاج تحط له الامبيانت تمبريتشر عشان يعمل لك الكالكوليشن بتاعتها ويديك الدايمنشن بتاعت الكلام ده. ده اعتبرها يعني ايه حاجه زي الكالكوليتر. بس كده يبقى احنا كده كبرنا البرنامج ده كله، مش عايزين نتكلم عليه. يلا نرجع للبرنامج ده. يلا نرجع لبرنامجنا اوتوكاد بلاند 3 دي. ممكن اديلكم بريك 5 دقايق كده، ايه اللي عنده في دماغه حاجه عايز يسال عليها، نفتح موضوع النقاش شويه لان زمان بس هتجد منه. ما تقلقش يا مهندس دوت، لو موجود ما عندناش نوجع دماغك ولا نخش في تفاصيل تكنيكال على الاقل دلوقتي. احنا كده اتكلمنا على جميع انواع البايب فيتنج اللي احنا هنستخدمها في البرنامج وانواع البروف. حد عنده اي اسئله في الكلام اللي احنا قلناه لحد الان؟ حد عنده اي اسئله يا شباب؟ طيب تعالوا نرجع للبرنامج بتاعنا. كنا وصلنا في البرنامج بتاعنا فين؟ وصلنا ان احنا عملنا الاكيوبمنتس، عملنا الترمبات، عملنا الشلتر بتاع البيزل اللي هناك دي. كنا وصلنا في البرنامج عندنا ان احنا عملنا الارينجمنت دي، اتعلمنا ازاي نعمل شات ستيل ستراكشر، اتعلمنا ازاي نعمل بيزل، عملنا دانك، عملنا بيزل دايما، عملنا دخلنا بيزل من بره، عملنا فيرتيكال بيزل، جبنا شويه ربات وحطيناهم وهكذا. طيب احنا لما بنيجي نعمل اكيوبمنت يا باشمهندس دايما بيبقى احنا عارفين ايه هي الاكيوبمنت اللي عندنا في المشروع، عارفينها منين؟ ان شاء الله هنتعرض لها في المشروع، مش في المحاضره دي، بعد شويه. لكن انا مثلا عارف ان المشروع بتاعي في شويه رباط، على في شويه تكات، على في شويه بيزل، على في بيزل هنا، في بيزل هنا وهكذا. طيب انا عايز اعمل الارنجمنت بتاعتهم، فانا بروح اعمل ايه؟ في عندنا قصه طويله عريضه كده هنبدا نتكلم فيها شويه. بنروح نعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها الاكيوبمنت لاي اوت. تعال هفتح لك كول كنت عاملها فين؟ بنعمل حاجه زي ارينجمنت كده 2 دي، رسم عاديه خالص كده، اللي هي الاريا اللوكيتد بتاعتك. يعني مثلا صاحب المكان بيديني الاريا بتاعتي، فهي مثلا 70 متر على نص، 50 متر في 30 متر، ده الاريا اللي المفروض اعمل فيها البلاد بتاعتي. فببدا اعمل بلوكات، يعني باجي بكل بساطه كده اهوت، اجيب التانك بتاعي، هبص على التانك، التانك كده مثلا كده الدايمنشن بتاعه قد ايه؟ اللي اللوح ده الدايمنشن بتاع القاعده بتاعت التانك كانت قد ايه؟ بكل بساطه، تعالى نجيب نجيب
نعمل اوربت ونجيبه من تحت، وهنعمل دايمنشن دي اي عشان نجيب دايمنشن، وهجيب من هنا لو اخترت سنتر بوينت لغايه اي نقطه اول هيجيب لك ان الديستانس 4 متر ونص، يبقى القاعده بتاعتي كانت 4 متر ونص، فانا ممكن اعمل دايره نص قطرها 4 متر ونص او قطرها 9 متر، اقوم جاي هنا عامل سيركل سي مسافه وعامل سيركل نص قطرها كام؟ 4500، واقول له اوكي. انا عملت السيركل اهي واجي احط عليها تكست، التكست فين؟ فعشان انا هشتغل في بيت 2 دي عشان ما تكتبش كتير وتقعد تتنقل ما بين الخانات، ممكن بمنتهى البساطه اروح على البرنامج بتاعه واقول له درافتنج اند انوتيشن اللي انا هشتغل 2 دي، يعني هيفتح لك واجهه الدرافتنج اند انوتيشن، وهاجي هنا مثلا اقول له ايه؟ مش دي درافتنج اند انوتيشن، انا عايز درافتنج اند انوتيشن. ده الواجهه بتاعتك بقت سهله خالص، اهي ادي السيركل دايره اللي هو اوتوكاد 2 دي يعني زي ما احنا بنقول، وهرسم حط تكست نوت وهسمي فيه دور تاني يوزر واحد، او بحب انا احط التاج نمبر بتاعه، فهنعمل كيبس روك اللي هو تي كي شرطه سي ار دبليو سي ار دبليو شرطه 001. يبقى ده التانك الاولاني بتاعنا عملناه. طبعا الكلمه لما كتبناها راحت عديد، فهي الكلمه موجوده اهي، نضغط عليها عادي خالص دبل كليك، او علم عليك دور قول البروبرتيز وافتح البروبرتيز، تعالى هنا وتعالى كيك سايت وحطها مثلا في الكمان ظهرت، عايزين اكبر من كده برضه تعالى على التكست سايت واعملها 500. ماشي يا باشمهندس، يبقى انا عملت ايه؟ حاجه بالمنظر ده، ويبقى اهو ده الدايره اللي هيته بس بالنسبه لمين؟ التانك اللي هو اسمه تي كي 001 تي كي سي ار دبليو 001، هو ده اللي اتحرك بيه. طيب عشان ما توجعش قلبك بقى وكل شويه بتيجي تنقلها، يبقى انا عايز امسك الدايره لوحدها، لا عايز امسك الدايره لوحدها، لا يعمل في بوينت من اي كورنر فيهم فيبدا يحرك الدايره، فيبدا يعدل في الدايمنشن بتاع الدايره فيبوظ لك الدنيا. فبعمل ايه؟ بتقوم معلمها كلها كده اهو، حاطط حرف بي بلوك بي مسافه، يقوم فاتح لك امر بلوك هسميها مثلا تاني، او ممكن حتى احط نفس التكست بتاعها اللي هو تي كي شرطه ده اسم البلوك على فكره، مش حاجه انا بتظهر كل شويه سي ار دبليو شرطه 001، اقول له اوكي. طبعا انا عامل بلوك ده قبل كده فمش مشكله، هو بيقول لي في ايرور هخليها 02 وفي نص، اقول له اوكي. فهو عمله لي بلوك، البلوك ده فايدته ايه؟ ان انا اقدر اختار اي حته فيه واحركه موف اهو، فبيتعامل معايا كلياته على انه جزء واحد ومش كل شويه بتعدل، وخصوصا لما يكون الحاجه مربعه. فهو ده اللي انا عملته، عملت مجموعه بلوكات، البلوك الاولاني اللي هو التانك تي كي سي ار دبليو 001، البلوك الثاني هو سكوير ابعاده برضه انا جايبها من الستري ستراكشر، رحت للستري ستراكشر من تحت، وطبعا باخد جاب شويه يعني دايما من خارج العدد خارج العدد عشان الاكسس بلاتفورم او الكلام ده. يبقى انا كان برضه جبت الطول والعرض بتاعته وعملت هنا ايه مربع زي ما حضرتك شايف كده، كتبت عليه بيزل ستراكشر والاكيوبمنت الثالثه والاكيوبمنت الرابعه والترومبات، انا عملتها بالشكل ده لانه دايما الترومبات الترومبه الاولانيه بتبقى شغاله والترومبه الثانيه بتبقى ستاند باي، وعلى حسب الاستاندارات اللي احنا شغالين عليها اللي هو سي مثلا بي اي دي او لازم ستاندر او حتى الشركه اللي شغال فيها بتبقى تطلب منك مينيمم ديستانس بتوين بامبس، دايما مثلا بتبقى من 4 ل 5 متر، فانا حطيت هنا مسافه 4 متر ما بين الاثنين وسبت الخط ده عشان يحفظ لي على المسافه بس عشان ابقى فاكر ان انا حطيت مسافه، واعمل بقى شويه الاينمنت. طيب يبقى انا كده ايه عملت الاريا لوكيشن بتاعي بالمنظر ده. هل مكان التانك ده صح؟ ما اعرفش. هل مكان البامب ده صحيح؟ ما اعرفش. هل مكان الفيزل ده صحيح؟ ما اعرفش. نرجع نقول عندنا تفاصيل كتير 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 فوق ما تتخيل لكل حاجه. يعني بص، اولا التفاصيل اللي هتيجي كمان شويه دي كلها وهقول لكم، انا مش هخش في تفاصيل لكن انا هفهم بس، بتيجي عن طريق شويه حاجات. اول حاجه اللي هو السيفت ريكويرمنت، التانك ده لو هو فيه قابليه بالانفجار او الماتيريال اللي فيه كيميكال او ماده مشتعله او ماده ممكن يعني لو حصل انهيار او ليك او صدى في التانك تبدا تاثر على الحاجات اللي حواليه، فيبدا مثلا ان التانك ده يتفاعل مع التانك ده يحصل تشين رياكشن يعني تفاعل متسلسل او انفجار متسلسل، فيخرج الموضوع من السيطره، فيقول لك لا والله التانك ده هيبقى في منطقه معزوله لوحده، وهتلاقي المينيمم ريكويرمنت مثلا ما بينه وما بين الفيزل ده 60 متر. جبتها منين؟ انا قلت لحضرتك ان الازمي او حتى البي اي بي اللي هو البروسيس اندستريال براكتس، ده مرجع ان شاء الله هنزله لكم، كفر لنا حاجات كتير جدا اللي هو المسافات ما بين الاكيوبمنت المختلفه من بحكم التجربه تراي اند ايرور، يعني ناس جربوها وعملت معاهم مشاكل
فيقول لك بص بعد كده لما نيجي نعمل البامب ده مع البامب ده لازم نحافظ على جاب في النص 4 متر. لما نيجي نحط التانك ده جنب البامب لازم البامب ده يكون قريبه من التانك على قد ما نقدر وبعيد عن التانك على قد ما نقدر. لازم لما اجي اعمل فيزل استراكشر بالمنظر دوت يبقى وهكذا. فاللي بيحكمنا في الموضوع ده شويه حاجات، اول حاجه اللي هو السيفتي زي ما قلت لحضرتك ده ممكن الماتيريال دي تكون فليمبل او كده، فهو بيبقى سيفتي ريكويرمنت الاولاني. الحاجه الثانيه المينتينابيلتي، يعني ايه المينتينابيلتي؟ يعني القدره على الصيانه. اي مبادل حراري او اي فيزل لما حضرتك بتيجي تعمله البوزيشننج بتاعه او بتيجي تحطه لازم تفكر انا لو عايز اطلع الفيزل دي من مكان، الفيزل اللي هي فيزل 01 دي تعال نروح نشوفها في 3 دي موديل. الفيزل اللي هي فيزل 01 هي النقطه ده انا عايز اشيلها من مكان، فانا هوصل لها منين؟ اوصل لها منين؟ لازم اشوف ان انا عايز اشيلها بكرين، فالكرين هيجي يقف فين وبعدين يبدا يشيل وبعدين يبدا يحركها عشان اطلعها لاي سبب إن كان. عندك مبادل حراري الانترنالز بتاعته كل شويه بنطلعه وننظفها اللي هي التيوبز اللي جوه دي، لازم المنطقه دي كلها تكون محجوزه فاضيه عشان هيجي يحل هو الفلانجه اللي هناك ده وهيطلع الجزء ده كله بره صح؟ فعايز انا المنطقه دي كلها تكون محجوزه للصيانه، ممنوع احط فيها اي حاجه وانا عامل تصميم لا قاعده ولا خرسانه ولا بايب تعدي من هنا ولا حاجه. برضه نفس القصه الفلانجه اللي ورا ده قصادها تيوبز من جوه، فانا برضه لما اجي احلها هطلع التيوبز دي هتطلع بالطول، فلازم برضه الارنجمنت بتاعتي تسمح لي ان انا اقدر اطلع الانترنالز بتاعت البتاعه دي اللي هو المبادل الحراري. الفيزل دي مثلا على سبيل المثال ممكن محتاج لها صيانه. طيب الاكسسبيلتي بتاعتها عباره ايه؟ يبقى انا هنا اتكلمت عن المينتينابيلتي. طب الاكسسبيلتي انا عايز اوصل لكل نقطه وكل بلف على الفيزل دي، في بلانجة هو هي عايز افتحها، عايز افتحها، عايز اعمل لها اي حاجه، فانا لازم يبقى عندي المينتينابيلتي ان انا اسمها الاكسسبيلتي او القدره على الوصول لكل نقط في الاكيوبمنت اللي عندي. فيبدا يحط لي ستاندر كبير طويل عريض يقول لك في الاكسسبيلتي وكل حاجه، يبدا يجي مثلا في البريشر فيزل يقول لك والله لما تيجي تعمل بلاتفورم لو هي نايمه اعملوا كذا ولو هي واقفه اعملوا كذا، زي ما احنا كنا بنعمل في البرنامج من شويه. شايف الاكسسبيلتي دي ويقول لك مثلا المانك لادر يوصل منين لفين، وسيف ريكويرمنت لو هو هازاردس وقابل للانفجار يقول لك لا والله اعمل بلاتفورم ويبقى في مانك لادر جهادي وفي ستيب لادر من الجهه الثانيه. الشلاتر الكبير الشلاتر الكبير اللي زي دي ما يقبلش ابدا انه يكون الطلعه بتاعته مانك لادر، ليه؟ لانه هي اعمال الصيانه اليوميه بتطلع عليها كل يوم، فده عامل سيف، فده بيسموه امرجنسي سكيب لادر، يعني في حاله الطوارئ فقط انا بنزل من السلم ده عشان الهروب، ولازم يبقى في ابعد نقطه من السلم بتاع الستار كيس، يبقى حد بيهرب من المنطقه دي وحد بيهرب من المنطقه دي. المهم اللي اقصده يعني ان الريكومنديشن بتاعتك كتيره وطويله وعريضه. مثلا البيزل دي الريكومنديشن بتاعت البيزل ان دايما ما تحطهاش في مكان عالي الا اذا كان عندك ديزاين ريكويرمنت، لان كل ما ترفع البيزل كل ما هتحمل الاستراكشر عشان يقدر يشيل الويتس دي، وهيبقى عندك مشاكل في السيزمك لودز وفي الويند لودز، هيبقى عندك مشاكل في كل حاجه، وهتلاقي السيل استراكشر بتاعك ده بالاطنان بالاف الاطنان. فاللي انا عايز اقوله لك ايه؟ ان الاستاندرات دي كفرت لنا النورمال براكتس بتاعت كل حاجه. فحضرتك هتتكرم انا فاتح لكم جروب في بايبنج مانترا، بايبنج مانترا دي اشتغلت على نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، بس هي بصراحه عاملاه بشغل محترم محترم جدا يعني. فاحنا لو جينا مثلا على الفيديو زي بتاع الاكيوبمنت ري اوت هنتكلم لك على كل التفاصيل اللي انا بقولها لحضرتك دي واحده بواحده، ريفير للبايبنج ستاندر اللي هو البروسيس، عامله ريفير للبايبنج اندستريال براكتس. البروسيس اندستريال براكتس ده ستاندر كبير جدا اللي هو جمعوه كلاته وحطوا البراكتس بتاع كل حاجه وعملوها ستاندر. دي لما اجي اعملها اعملها ازاي؟ الاندر جراوند تفاصيل دي لما اجي اعملها اعملها ازاي؟ فحضرتك تكرر كده واتفرج على الفيديو من اول لاخره. What grammar is so important, but if you want to write essays that inspire, وهم بصراحة عاملين الفيديو بطريقة عالية جدا، يعني احنا مش هنعرف نعمل الكلام ده، احنا ممكن نترجمه خير. فهتبدأ نشرح لك يعني ايه الكيوبيت اللي اوت وهنحطه ازاي ونحط كل الكيوبيت ازاي والقصص دي. الكلام ده كله بنجيبه منين؟ يعني هنا احنا هنا مثلا بنتكلم على الاكسس واي بتاعت الكيوبيت. الباي براك اهو الريكومنديشن بتاعك. الباي براك هنا الباي براك هنا مثلا الريكومنديشن بتاعت ان الباي براك يتحط يبقى اكسسبل لكل المعدات، فدايما تحط الباي براك في النص وتخليه يخدم على كل الاكيوبمنتس اللي عندك يمين وشمال. الحاجه الثانيه انه لو عندك مبادلات حراريه تبقى بيربنديكولار على الباي براك، ما تبقاش في نفس الطول لا بالعرض. ليه؟ عشان الباي براك يقدر يخدم على اكبر عدد منهم.
الحاجه الثانيه عشان تقدر تحافظ على الاكسسبيلتي المينتينابيلتي اللي احنا بنقول عليها. لما اجي افتح ده ما ينفعش النزل دي تبقى جهات ليه؟ لانه هيتفتح فانا كده هخش تحت البيت رايك في منطقه كومبليكيتد والاكسسبيلتي بتاعتها صعبه، فتلاقيك مثلا عامل المبادرات الحراريه كلها بتفتح مكان ثاني زي دي كده مثلا. المنطقه دي محجوز لها، يعني شايف الداش اريا دي محجوزه للمبادر الحراري ده عشان ابدا اطلعه من هنا عشان اعمل الصيانه. الاكزيستنج باب رايك لازم ابقى احاول اوظفه على قد ما اقدر واخليه يحمل لي الخطوط بتاعتي ويحمل السبورتات. يعني في تفاصيل كتير جدا انا هجيبكم ابدا اتفرج عليها. وهي هنا بتتكلم على اكسسبيلتي البلف لازم يكون على التايل اوف، فانت دايما بتبدا تفكر، واحنا شغلنا ان شاء الله هوريها لكم. وانت بتعمل بلف دايما تفكر اي ما تيجي تحط بلف او تحط سبورت او تحط اي حاجه ممكن تتفك وتتربط زي الانسترومنت زي بلف زي كنترول فالف سترينر اي حاجه، لازم تفكر انه العامل اللي هيفتحها ويقفلها او العامل اللي هيروح يفكها في الصيانه هيفكها ازاي، فلازم تفكر في الحاجات دي كلها. هنا مثلا الخط مكمع كلاته بتقفيل وهو عايز يفك الخط فمش عارف يعمل اي حاجه، فانت مثلا في الحاجات اللي زي كده لازم تبقى تحط له يونيون او تحط له فلانج كونكشن فيقدر يفك من عليها وهكذا. ففي ريكوايرمنت كتيره جدا للحاجات دي. احنا قسمناها ان اول حاجه سيفتي ريكوايرمنت، ثاني حاجه اسمها سيفتي ريكوايرمنت، بعدين المينتينابيلتي اللي هو امكانيه الصيانه، بعدين الاكسسبيلتي امكانيه الوصول، بعدين في عندك شويه حاجه اسمها فيرتيكال كلارنسز، حاجه اسمها هوريزونتال كلارنسز. الهوريزونتال كلارنسز ده هتلاقي عاملين لها جداول كتيره خالص. هضرب لحضراتكم مثال، يعني مثلا الستاندرد بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه في الكويت، ده الستاندرد بتاع شركه الكويت عامله طبعا هي كاتبه كل حاجه بالتفصيل، كل بيزل وكل بلاتفورم وكل مانيفولد وكل حاجه، وبتقول لك ايه الكليرنسز اللي حواليه شكلها ايه، لكن عامله لك ستاندرد جدول كبير كده بالمنظر ده. لما يجي يقول لك مثلا بيلدنج او كنترول روم او اوفيس او مينتنس روم او الكلام ده كله، لما تيجي تحطها فين؟ فمثلا لو جنبها بروسيس فيزل يبقى اقل مسافه ما بينهم 60 متر، لو جنبها مين بروسيس باي براك او باي بوي يبقى مثلا مسافه ما تزيدش عن 30 متر، ما تقلش عن 30 متر. طيب لو جنبها جهاز كومبريسور لا 60 متر، لو جنبها بروسيس بامب لا حافظ على مسافه ما تقلش عن 60 متر. الكلام ده كله جبناه منين؟ جبناه من الدراسات ومن التجارب، انه قال لك لا والله اقل مسافه لو حصلت كيس انه عندنا مشكله نقدر نتصرف فيها، فبدا يحطوا ايه استاندارات للمسافات ما بين الاكيبمنت. يعني مثلا عندي بروسيس فيزل اهي عايز اشوف المسافه اللي ما بينها وما بين حاجه زي الاير كولر او المبادل الحراري الهيت اكسشينجر، اير كولر هيت اكسشينجر. قال لك لو هي بروسيس فيزل لازم تسيب مسافه ما تقلش عن 25 متر ما بينك وبين الاير كولر هيت اكسشينجر. ليه يا عم؟ هي كده هو البراكتس بتاعنا، علمنا ان احنا نحط ده علشان حاجات كتير جدا. ممكن الحاجات دي تبقى سيفتي ريكويرمنت، ممكن الحاجات دي تبقى مينتنانس اكسسبيلتي وهكذا. فالحاجات دي كلها ما بتجيبهاش من عندنا، الحاجات دي كلها وفروها في الصدرات خاصه كل الشركات، والاستاندرات بتاعت الشركات دي اصلا مش عاملينها هم. يعني في حاجه عندنا اسمها البايبنج، اسمها البروسيس اندستري براكتس. البروسيس اندستري براكتس ده حطوا كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش، عملوا لها ستاندر وحطوها، وان شاء الله هتتعرض لحاجات منها كتير في البرنامج اللي هو الملف اكس شيت ده، معرفش جهاز وجاي النهارده. فهتلاقي مثلا الاستراكشر بارتز عملوا ستاندر اسمه اس تي اف 055-20 بيكفر ايه ده؟ ذيس براكتس بروفايدر ديزاينر فابريكيشن ادمنستريشن اوف فايب ريلز. فايب ريلنج ده اللي هو حاطين عليه فايب راك. ذيس براكتس بروفايدر فابريكيشن ادمنستريشن ديتيلز. على فكره هو هنا ما بيديكاش ديزاين ريكويرمنت، هنا بيدي لك نورمال براكتس ديتيلز. يعني يقول لك خلي بالك لما تيجي تعمل التصميم بتاعه، مش التصميم بتاعه اللي هو الديزاين اللي هو الكالكوليشن، لا لما تيجي تحطه ازاي؟ حط الالوكيشن بتاعه ازاي؟ الريكويرمنت بتاعت الوشه، الوشه عارفينها انت بتاع منظمه الاوكيوبيشنال سيفتي اند هيلث ادمنستريشن اللي هي منظمه الصحه والسلامه المهنيه اللي هي الوشه حاطه ريكويرمنت كتير جدا، فانت لازم تتبع الكلام ده وهكذا. الترومبات مثلا، تعال نجيب الولد اهي، الترومبات مثلا او خلينا نجيب البامبس كنترول اف، خلينا نقول له بامب على سبيل المثال. البامب جايب لك هنا ايه؟ بص مش عارف افتح، بص هتلاقي مثلا ايه ديبارتمنت هنا الكتريكال، هنا الكتريكال، هنا ماشينري. ماشينري دي هتلاقي فيها ترمبات اهي، ترمبات اهي. الاستاندر الاولاني هنتكلم لك عن السيلف راشنج والروبريكيشن والجايد لاينز ومش عارف ايه،
الستاندرد الثاني هنا يتكلم عن الديزاين بتاع البومبنج سيستم. فكتبتوا البومب استخدمنا ده، لو حابب اوريكم مثلا في شويه تفاصيل، فهتلاقيه كاتب لك البراكتس بتاع كل حاجه. انت هتمشي بس خطوات محدده هتلاقيك وصلت للي انت عايزه. ده ايه؟ ده تراكم خبرات ضخمه جدا اتحطت في حاجه اسمها البروسيس اندستري براكتس ماشينري، وده ستاندرد اسمه كذا بتاع ديزاين اوف بايبنج سيستم، بامبنج سيستم ذات يوز سنترفيوجال بامبس. هيبدا يقدم لك للسيستم بتاعك، وبعدين هيقول لك البروبوز والسكوب والاندستري كودز، وبعدين الهيدروليك سكشن بتاع الكارتيريا، ويعني ايه نيجاتيف اسمها نيربوز سكشن هيد، ويعني ايه الهيتنج والكولينج جاكيتس، وهكذا. وهيبدا يتكلم لك عن كل ايتم فيهم بتفاصيل. وكل اللي هنا لو حضرتك ما بيقولكش ديزاين، هو بيدي لك ريكومنديشن، يعني لما تيجي تعمل دي اعمل كذا، ولما تيجي تعمل دي اعمل كذا. يعني الماكسيمم ديسشارج بريشر بكل بسكال ده هنا ده اللي هو الازمي بي 73 بامبس اون ذيس اذروايز سبيسفايد ابلكيشن. الابلكيشن الازمي بي 37 شال بي ليميتد ان الكونتنسوس ذا فورمنج تيبل. يعني انت طالما ما تقلكاش خلي بالك انه الازمي اللي هو بي 37 ما تطبقوش غير في الحالات التاليه، وهكذا. فيحط لك ليميتيشن لكل حاجه ويعلمك ازاي تستخدم. فهو في الاول طبعا بدا معاك ان الاستاندرات اللي هتحكمك في التصميم ايه، لما تيجي تحسب النيربوز سكشن هيك تحسب ازاي. المهم ايه اللي هو اصول الصناعه كلها، اللي هو بين قوسين الخبرات المتراكمه بالناس. الحاجه الثانيه انه احيانا بيبدا يخش معاك في صميم التصميم نفسه بعض الاستمرارات، ويبدا يشرح لك الجداول بتاعه التصميم نفسها. بل احيانا مثلا زي على سبيل المثال بيديك بعض الاكسل شيتس بتاعه تصميم جاهز لبعض الحاجات، زي مثلا البروبولتس، زي او السب بولتس، زي صحابي عامل انكر بولت مثلا. المهم يعني هو مديك ملفات جاهزه كده بتشتغل عليها، تحط بس الريكويرمنت بتاعتك والدايمنشن والدايمتر مش عارف ايه، هو يحسب لك الديزاين كالكوليشن، ويحسب لك الانبوتس والاوتبوتس، يحسب لك كل حاجه. جاب هو التفاصيل دي منين؟ جاب هو التفاصيل دي منين؟ من الستاندرد بتاعه. يعني مثلا على سبيل المثال هنا ده فلاد سيل لود سيل اسيد باتريس، هنا نوع من انواع البطاريات بيحسب لها الاحمال بتاعتك. انت كل اللي مطلوب منك ده الداتا شيت بتاعتك اللي انت هتبعته للفندر، بتحط بس الريكويرمنت بتاعتك، وده داتا شيت كامل. في كالكوليشن شيت هنا اللي شفته من شويه اللي هو بتاع ده برضو فيرتيكال سبورجنت ارك اسمه ايه؟ فيرتيكال سبورجنت بودر سنترفيوجر بامب. نفس القصه، ده داتا شيت جاهز بتاخد الفورمات ده تشتغل عليه وهكذا. ده نفس القصه بس ده بودر حراري، ده فيرتيكال، والله ده مش بودر حراري، ده بامب في رودر سيت، ده ترومبا ودي سبريشن بامب، وده الداتا شيت بتاعها، الشيت الاولاني والشيت الثاني وكذا، وحضر الكاركترستكس اللي انت عايزها. المهم كان في شيت هنا بيحسب الديزاين بتاعنا في الروبوت، مش البيب بتاعه. حاجه زي دي، يعني ده مثلا ايه، حط بس في الدايمنشن بتاعتك يحسب لك الستات بول، ودي شيتات جاهزه، وده الاوت بوت بتاعه، وده النوتس، وده الكالكوليشن، والكالكوليشن بتاعتك عامل بالك فيها في اكسل. فعلى سبيل المثال يعني كل حاجه عاملها ستاندر، يعني عندك الفيزلز ده الستاندر اللي بيغطيها ومغطي لك كل حاجه في الفيزلز. هيبدا معاك بقى بالتنكات، بالفيزلز، بالمبادرات الحراريه بانواعها، ازاي تعمل حتى ديزاين للمبادره الحراريه، ريكومنديشن للسبورت. في حاجات بتبقى جاهزه كده بيديها لك، يقول لك والله خلي بالك الدايمنشن دي بتعملها ازاي، الحمد لله بتعمله ازاي. هتلاقيها حاجات زي كده مثلا، يعني لو الفيزل دي الدايمتر بتاع 16 بوصه، يبقى الدايمنشن اسمه ايه ده، هو حط كذا، الدايمنشن اسمه بي ده، حط كذا، وهكذا. ده حاجات من البراكتس عملوها، خلاص خلصنا يعني الساده الديزاين ده. اي نعم دلوقتي البرامج بتعمل كل حاجه، لكن زمان كانت الحاجات دي ذات فاليو كبيره جدا، ان انا ابقى جاهز كده اجيب حاجه اخش على الجدول اختار السايز اللي انا شغال بيه، يبقى انا خلصت، ما اعملش بقى الساده الديزاين والكلام ده. ان شاء الله هرفع لكم كل الداتا دي. المهم الشاهد من القصه انه المسافات دي كلها اتحط لها ستاندر كامل، وبدانا نقول والله خلي بالك لما تيجي تعمل مثلا هورزنتال ديستانس فروم سنتر لاين ريل بوت تراك تو اني اوبزرفشن. يعني انا لو رجعت الفيديو شويه هتبدا تشرح لك انه مثلا عندك ثلاث رئيس، المسافه او الكليرنس كام منه، لما اجي احط البروسيس فيزل مسافه كذا، دي كذا، دي كذا، وهكذا.
وهتلاقينا عندنا جداول كتير جدا متوسط الكلام ده، زي الجداول اللي انا بحكيها من شويه اللي هي زي دي عندك بروسيس ايتم وهكذا. فاحنا دي الحاجات اللي احنا بنخضع عليها اثناء التصميم. الحاجات دي كلها جايه منين؟ قلت لحضرتك جايه من البراكتس بتاع الناس والخبرات المتواجده، فالجماعه جمعوه في حاجات في استمارات بتقول لنا ان احنا نشتغل عليها، عشان يعني ايه مش كل المهندس يجي يختار من الاول، لا تدربنا على الاساس يا جماعه، مش هتبدا من الصفر كل مره. المهم شايف من القصه، لو سمحت حضرتك راجع الفيديوهات الجديده، الفيديوهات صعبه جدا جدا، والشرح اللي عليها واقف وكافي، يعني لما تخش على المبادرات الحراريه هتشرح لك ازاي تعمل المبادره الحراريه من الاول للاخر، وازاي الكافيتيريا، وتعمل الديزاين بتاعه ازاي، البايب راك وهكذا، السنترفيوجال بامبس، البايب كلياوت، كل الكلام ده حاطه لك تفاصيل كتير جدا. لو سمحت بص عليها ان شاء الله نعمل لها ريفير كله في وقته. المهم احنا مش بنعمل تصميم حقيقي في المشروع بتاعنا دلوقتي، انا عايز اقول لك انه الارينجمنت دي انا بعملها ازاي؟ انا بعملها على هذا الاساس، بقعد بدرسها اقول ان التانك ده على حسب الريكويرمنت بتاعت البي اي بي المفروض ما بينه وبين البيز اللي هي مسافه ما تقلش عن 60 متر، فابدا اعمل ايه؟ اعمل ان هو سيركل واحدد نقطه السنتر بتاعت ايه؟ فانت هتعمل ان هو سناب سنتر بوينت شغاله انت سيكشن وتنزل تلغيها وارجع للنقطه دي اقول سناب واعمل سيركل بدايمتر 60 متر، 60 متر على سبيل المثال 60000، يبقى انا كده مثلا عملت دايره ولا اعمل ايه؟ على سبيل المثال يعني سيركل سي ماشي، وبقوم عامل 60 متر 60000 وابدا ادرس بقى. شايف المسافه اللي انا مسموح لي ان انا احط فيها مثلا حاجه زي اوفيس او سب ستيشن، لازم ابعد عن التانك ده مسافه 60 متر، ولازم اي حاجه لازم احطها تبقى بره هنا، فاهم؟ فهي احنا بنبدا نعمل الدراسات بتاعتنا. طبعا الاريا لوكيشن هنا فور اكزامبل بس، يعني المسافات بتبقى اكبر من كده بكتير، والتانكات والاكيوبمنتس بتبقى اكتر من كده بكتير. لكن هنا على سبيل المثال بنبدا الدراسات بتاعتنا ازاي؟ ان احنا نعمل سيمبل 2 دي كده ونبدا ندرس بقى. لا والله المسافه دي 60 متر، لا والله يبقى الفيزيك ده لازم احركها بره، لا التانك ده مسافته من 25 متر، لا والله الفاير الووتر نتورك اللي انا عاملها حوالين البلاد ده لازم المسافه ما بين كل نقطه والتانيه 25 متر، فابدا اعمل دايره 25 متر حاضر، فابدا اعمل دايره 25 متر وابدا اشوف انا الحاجات دي جواها ولا لا. المهم خلاص على سبيل المثال انا خلاص كسبت القصه دي التانك من اول، وان المسافه ما بين البمب والتانك ده لازم 4 متر على سبيل المثال، طبعا ما اعرفش دي كام، وابدا اعمل الاينمنت للحاجات بتاعتي، لا والله احط البيزل 001 هنا اهوت، لا احط مش عارف ده هنا اهوت، لا احط ده هنا اهوت، فخلاص هو ده هو الريفرنس بتاعي اللي انا اشتغل عليه على سبيل المثال. واقوم عامل كنترول اس، انا سيفت الملف بتاعي، وبعدين اروح ابدا اشتغل عليه في الاوتوكاد بلاند 3 دي. ابدا اشتغل عليه في الاوتوكاد بلاند 3 دي ازاي؟ تعالوا بقى نشوف. انا خلاص الملف ده كل اللي عايز منه هو اعمل عليه رايت كليك واقول له كوبي فول باس لاين، فول لاين باس اللي هو المسار بتاعي. وهاجي هنا اعمل ايه؟ هعمل امر اسمه اكس ريف، اكس ار اف، اكس ريف، مجرد ما تكتب الاكس ار بس هتلاقي كده بيقول لك تحت هناك اكس ار اللي هو اكس ريف، وهعمل ايه؟ هقول له هو اتاش كنترول، وهختار اللوحه بتاعتي كنترول دي المسار بتاعها، هقول له ومجرد ما اضيفها هتلاقي عامل لك بريفيو للوحه بتاعتك ده، وفي شويه في شويه تفاصيل ممكن تعمل سبيسيفاي للنصبين ان انا اروح احطها البوينت الاوريجن البوينت بتاعك فين، فانا لو حطيت اون سكرين ده واخترت اي نقطه احطها لي، او عند اكس واحد بتساوي واحد واي بتساوي واحد تي بتساوي واحد، او انت عايزها نوع اي اوفرلاي ولا اتشمنت، فانا اقول له اتشمنت اوكي، فهتلاقيه راح عمل لي ايه؟ عمل لي اللوحه ونزل بيها كاتشمنت، وشايف انا قادر احملها واتحرك بيها زي ما انا عايز، وهروح عند نقطه الاصل زي ما حضرتك شايف دوت واروح احطها. ما لقتش معاك نقطه الاصل ارجع لو سمحت على السناب شغل الاند بوينت بتاعتك هتلاقيها بتطلع معاك على طول، هي جت اهي وتقوم حاططها كده. يبقى انا كده دخلت درون واحد وحطيتها زي ما حضرتك شايف كانت دايناميك وانا بتحرك ماشي، وابدا اشتغل عليها خلاص كده وخلاص الاكس ريف بتاعي اهو، ابدا اعمل ايه بوزيشننج للاكويبمنت بتاعتي على حسب الاكس ريف اللي انا حاططها. فابدا مثلا بالتانك، اجي بالتانك من الاول مثلا، تعالى نقلب البلاند هيبقى اسهل في الشغل، وهاجي دوت اختار التاني والقعده بتاعته، وهختار مين؟ اختار سنتر بوينت من تحت، سنتر بوينت من تحت اهي، اقف الدايره ده واجيب النقطه الخضراء
وهروح عند سنتر بوينت بتاعت التانك دوت اللي هو الدايره اللي اهي، اقف عليها واقول اوكي. شايف حضرتك عمل ايه؟ يبقى احنا نقلنا التانك بتاعنا عند نفس المكان اللي احنا حددنا واتفقنا ودرسنا وحطينا الريكويرمنت بتاعتنا كلها ان انا احط التانك فيه. فكده خلاص عملت بوزيشن للتانك بتاعك بالقعده بتاعتك. القعده دي اباف جراوند ولا اندر جراوند مش هتفرق معاك في اي حاجه. حضرتك عارف سمك القعده؟ مش فاكر سمك القعده؟ لا احنا فاكرينها. تضغط على دبل كليك هتلاقي مكتوب الهيئة بتاعك 1000. عايز تعمل القعده على وش الارض وده مش طبيعي يعني، او مثلا عايز نص متر بس على وش الارض، هتختاره كده هو والتانك. تاكد هو التانك عشان ما تعملهاش مرتين. قول له موف واختار اي لون هو وانزل بيها فيرتيكال 500. 500 ليه؟ عشان بس يبقى القعده نص متر على وش الارض. يعني اعتبر القعده هيبقى نص متر فوق نص متر تحت زي ما حضرتك شايف. يبقى كده انا عملت ايه؟ عملت بوزيشن للتانك في الاكس والواي والزد. الاكس والواي لما نقلتها هنا والزد لما حركتها لتحت، تمام كده؟ نفس القصه. ده الفيزر ستراكشر. الفيزر ستراكشر اللي هو ايه؟ اللي هو الارنجمنت داتا. عشان اختار هعمل ايه؟ ما ينفعش اعمل روتيت كده اهوت. اعمل روتيت كده اهوت وعامل كده اهو ومعلمك كل يوم. اختار التوب فيو عشان ترتاح. ايوه. وهناخد المربع ده كلياته. هو هنا اختار الاكس اف بتاعي، اعمل شيفت واختار الملف التاني. ايوه مش هيلو شيفت ولا كنترول؟ شيفت سيلكت. شيفت سيلكت. شيفت اختار الباك جراوند تاني عشان يعمل سيلكت. عملية سيلكت اهي. وبعدين هتقول له موف واختار بوينت اللي انت هتحرك ده، موف حرف ام وبعدين هتضغط انتر. وهتختار البوينت اللي انت هتنقل منها. على سبيل المثال مثلا، على سبيل المثال اخد الكورتر ده واروح احطه في البيزل رينج بتاعنا. على سبيل المثال عندي النقطه دي. ليه خدت النقطه دي؟ عشان انا نقلت النقلتين مره واحده. بدل ما اخد النقطه اللي تحت يبقى الوش بتاع البلان اللي انا عامله دوت هو نفس الوش، فتبقى الفونديشن كلها اندر جراوند. هذا الجراوند ليفل اهو لو خدت ده، والاوعيه كلها اندر جراوند، وعملت بوزيشن للباك جراوند بتاعي كلياته، وخلاص يبقى هو ده البوزيشن بتاع المكان اللي عايز اعمله. ماشي. عندي بعد كده ايه؟ عندي الفيزل 001 اللي هي ده الفيزل 001. نفس القصه، واقف على الفيزل، اسكيب، واقف على الفيزل. هي دي الفيزل 001. لما تيجي تنقلها لو سمحت اختار العددين بتوعك معاك. هناخد العددين العددين ودول دي. وهقول له نو مسافه. وهاخد مثلا الكورة ده اهو. وهاخد واحد اهو. نفس القصه بالفيزل 01. واحط الكورة. على سبيل المثال هنا انا اتحركت هنا شويه، يعني مثلا البيزل جاب اتحرك هنا، فانا عايز ارجع اسطرها تاني عادي خالص. اختار نفس الارنجمنت تاني اللي احنا شغالينه ده وتكات عادي خالص. ودي بالعاده بتاعتها. ومرات هعمل في حاجه بسيطه خالص، لو سمحت تشغل السناب بتاعك على الميد بوينت والغي الميد بوينت. وانا عايز ياخد مني الميد بوينت بتاعت اي واحده تاني واللي هي ما بتسرحش السكيل. هيا الخط ده فاهم. اقرا الجزء ده. استنى نشوف الاستاد تاني. هو عند الديد ويت اهو. واخد سيلكت من دهين وده هين وده هين. والقعده اللي هناك دي دي. واقول له موف. حرف اللام. اقوم مختار مين السنتر بوينت بتاع النقطه دي. بتاع القعده. السنتر بوينت بتاع القعده. وهاجي اتحرك براحتي مع الخط اللي ورا لغايه ما يربط السنتر بوينت بتاعه. ولا خط كان للاسف في الموضوع ده لا ولا يوجد هو اللي يوجد فلا مش الشاهد من القصه يعني ان انت ممكن تحركه زي ما انت عايز، او حتى تشتغل بامر الموف العاديه. فانا هحركه مثلا بيت الشمال وخلاص. عين دو ان ويس مستلفه وياخد كده ده محرك كده كده شاحن في الكود كام 600 خلاص هو ده اللي جاي من الناس. طيب العاده دي يا باشمهندس بيبقى الهيد بتاعها ده ابوف جراوند، يعني طالع فوق برضه شويه. الهيد بتاعها ابوف جراوند. طيب الحاجه الاخيره اللي هقولها دي غلط. اعمل كنترول زد تاني. هو كده برضه بقى حلو. معلش يا شباب انا بس هعمل حاجه تصرف. انا درون جديد احنا عندنا مرتين فانا بقول لها
بنلاقي ريموت كنترول اللي هي بتستريتش، وبعدين بنلاقي فيتش تاني اللي هي ده برضه بالبيت. السبب السبب بوينت بوينت سكرين بدل من الصفر مختار مشاكل الاستخدام. ماشي يبقى احنا قلنا ده اللي هي جدول داخل مرتين بس عشان اللي بيتصرف في المسافه شغال فين، وهحرك ايه ازاي؟ هعمل امرين موف واجيب النقطه دي واتحرك في النقطه اتجاه ده هو السيجنال بتاع كده مش عارف ازاي نفعل السيجنال وانه العلامه ده ايه؟ علامه المتعامل ده شغاله عشان ما يختفاش في اي حته هتلاقي مبوظ لك الاكس والواي والزد. فدايما دايما في ده لاي حاجه اتاكد من الوسط. واعمل اسيستنت بس يعني سكريبت بيلي يبقى انا حركتها اهوت هو ده الارنجمنت اللي عايزه. ماشي وعايز احركها ان انا فاكر مفهوم الشيء ده شويه ما تبقاش على الوش كده يعني السبب ما تبقاش مفهومه فاختار نفس الارنجمنت تاني اقول له موف واختار اي نقطه اتحرك بالجميل اللي فوق دوت واعمل لها مسافه 300 مللي اقول له يبقى ده كده رفعت برضه الجزء بتاعي فوق الارض بس ماشي يا باشمهندس خلاص خلاص دي بقى تكون نفس القصه تقوم بالاولانيه هي موف خد الكورنر بتاعه اللي تحت دوت عشان نسهل عليك الموضوع وانت هناك اهو تمام تقوم بالاولانيه على سبيل المثال وتاكد ان الترنر عشان بس ما تحطش ترنر غلط ده بي 001 بي وده بي 001 بي وهتيجي على نوت روتيت ار او عشان روتيت وهتعمل سبيسيفاي لاي نوت فيها وبعدين لف كان الاسم لف ايه ده المكان اللي انا بحدده الكلمه وبتدي نفس القصه يعني عملنا سلك ودرج سابر وخد كورنر بار واروح المكان بتاعه يبقى انا كده ايه حطيت البامبو بتاعي عملها روتيت ارو مسافه واختار نفس الكورنر عشان تفتح حوالين وكده ملتم والباكيت دي على وش الارض والسلك بتاعي مصمم في الاثنين يبقى انا كده حطيت التروبيتين يبقى ده التانك اهو التروبيتين اتحطوا البيزل دي لسه عندي بس ايه المبادل الحراري دي 004 فهنروح ندور فين دي 004 هتيجي ضغط بيدور بي 004 اهو هتضغط موف نفس القصه ولما تيجي تاخد الموف اتاكد ان انت بتاخد النقطه اللي انت عايزها معلش عشان الجهاز بيحمل الكوبيت اللي انت بتستوردها من بره بتبقى تقيلة جدا في الجرافيكس وتقيلة بشكل كبير جدا فدايما اتعود انه قدر الامكان ما تستوردش حاجة من بره الا اذا كنت مضطر. فالبيس بوينت انا اختار البوينت اللي تحت ده بدأت تتحرك معايا اهو اوكي ده لا صح فانت كان في مصر حسين كان بيسالني انه ليه ما بنعملش الانترفالز بتاعت الكوبيتس وليه ما بنعملش السكشن في الانترفالز انا عايز اقول له بس ما تعالى حضرنا الفلوس مش عارف اتحرك خالص فهسيبها هنا هي كده كويسه جدا ويعني حتى لو مش موافق على الانجمنت فهي كده كويسه فخلاص احنا حطينا الكوبيت دي خلاص يا باشمهندس اخر حاجه عندنا هي التانك اللي هو الفيرتيكال فيزل باي ودي مفيش سبب منها وما تنساش لما تيجي الفيزل باي وده المعنى بتاعتنا ما تنساش تحط السيجنال بوينت تحت مش في نقطه معاك في واحد سناب
شغال سنتر بوينت اوكي وتعالى استدعي المتطلب وتضارب كليك ورجع الكورنر اهو وهختار نفس القصه اللي هو بيديها اهي اقف هنا تاني تاجر دول بس يا باشمهندس دي اللي عدد طلب اللي هو في البرايس نزلها شويه نزلها ادي برضه كده فنسيبه زي ده. طيب يبقى احنا كده ايه اتعلمنا ازاي نعمل بوزيشننج للاكيوبمنت بتاعتنا بطريقه سهله جدا وحطينا كل الاكيوبمنت. لو تفتكروا ده الوركينج لاينز اللي احنا شغالين عليها بنشتغل شغل فيها بصفه خاصه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا كنترول اس ويبقى كده احنا عملنا الاكيوبمنت بوزيشننج حطينا الاكيوبمنت مكان ده اللي انا عايزه. لا طبعا مش ده اللي انا عايزه ده فور اكزامبل بس بحيث ان احنا نشتغل ونكمل شغل زي ما احنا عايزين. يبقى انا كده عملت بوزيشننج للاكيوبمنت بتاعتي حطيت الاكيوبمنت في الاماكن اللي انا عايزها. هو ده الارنج بتاعتي هي ده الفاينل. عايز بقى اطلع الاكيوبمنت لاي اوت علشان نبقى خلصنا الفتره دي. فالاكيوبمنت لاي اوت عامل ازاي؟ احنا كده عملنا بوزيشننج اول حاجه بروح اعمل لي اتاتش للفايل اللي انت عامله وبتعمل اكس ريف تاني علشان الخط بتاعت الخطوط اللي موجوده اهي ما تظهرش معانا في اللوحه. وطبعا على رايت كليك بس وتقول له اندو. دي اتاتش دي يعني شيلها خالص. انلود يعني حملها وريلود حملها انلود شيلها ريلود حملها انلود شيلها. دي اتاتش هيشيلها من خالص من الاكس ريفرنسز اللي عندي. فانا هقول له انلود. انلود هتلاقيها اختفت. وقف الاكس ريف. اختفت اهي وقف الاكس ريف. يبقى احنا عرفنا برضه امر جديد النهارده لسه اكس ريف. وده البلاند بتاعي بالارينجمنت بتاعتي هي دي كل الاكس ريفرنسز. المفروض الخطوه الجايه ابدا الدرايفنج بتاعي ووصل بقى ايه البامب دي بتاعت كده الفيزل دي هيطلع منها مثلا خطوط توصل على الفكره وتوصل على الفيزل اللي فوق او توصل على المبادئ الحراري ده هنتفق عليه فوقه. لكن هي دي مثلا الاكيوبمنت ارينجمنت اللي انا عايزها. طيب يا باشمهندس انا عايز اطلع مفضل الاكيوبمنت لي اوت علشان ابدا اديني الجماعه بتوع السيفل وبتوع الاستراكشر وبتوع الانفورميشن وبتوع الكلام ده كله. كل واحد هيشتغل على شغله فاللي بتاع السيفل هيشتغل على الفونديشن بتاع الانسترومنتيشن هيبدا يشتغل على تبديلات الكابلات والمات ديت والفيزلات بتاعت الانسترومنتيشن وهكذا. فكل واحد له تخصص هيبدا يشتغل على التفاصيل بتاعته. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لحضرتك هتعمل ايه؟ استعبط 10. طيب هعملها لك المره دي وان شاء الله المره الجايه نخش في التفاصيل كلها. بنعمل حاجه اسمها مورس فيو. هنرجع تاني للبايبنج. فهنيجي نقول له 3 دي بايبنج. تقف على علامه الترس دي بتاعت الستنجز وتقول له 3 دي بايبنج. ده رجعنا للبيئه اللي احنا بدأنا فيها. في حاجة عندنا هنا اسمها كريت كورسو فيو. كريت كورسو فيو. أنا بس هقعد عليها كريت. هيقول لي أنت عايز اللوحة دي اسمها إيه؟ فأنا أقول له كريت نيو تورك وهسمي اللوحة دي مثلا على سبيل المثال 002. ماشي يا فندم؟ أو هسميها بلاس 002 إكيوبمنت لي. إكيوبمنت لي. تمام كده يا باشا؟ أوكي. بص احنا اللي هيحصل دلوقتي انه كانك فتحت برنامج تاني جديد بتفاصيله وكل حاجه جديده من 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 ايقونه واحده صغيره. شوف كل ده البرنامج بيحمل. هذا السليكشن بتاع شايف كل الانوتيشن بتاعتك ظهر عندك حاجه اسمها الكورس اديتور وكل الاوامر الثانيه موجوده زي ما هي. بس انت شغال في بيئه ثانيه مختلفه تماما باوامر ثانيه مختلفه بكل حاجه ثانيه. طيب هو هنا ايه عامل سيلكشن اوتو سيلكشن شايف المنطقه الفتره دي ده كيوب اخضر كده ده المنطقه اللي انت بتقول له اعرضها لي اعرضها لي في اللوحه. فدايما انت بتظبطها على حسب البلاد بتاعك على حسب الوركينج اريا. كل اللي هتعمله ده هتعمل لها سيلكت وهتلاقي بقى ايه في ايقونات كتير جدا. فمثلا استعمل ده وترجع بيه ورا وضغط اف 8 عشان تشتغل اورثوجونال عشان ما يقدرش منك تلاقي حركه ده اورثوجونال اهو لغايه هنا مثلا كده. يبقى انا هاخد المنطقه دي بس ومن عند الزيرو كويس يعني اتس اوكي. لكن هنا مثلا عايز ارجع بيها ورا شويه لغايه هنا ماشي. وطبعا الارتفاع بتاعك ولا صحيح حوالي كام من نهايه الفيزا بالظبط. فهو ده الارنجمنت. طبعا تقدر تعمل فيها حاجات كتير جدا ان شاء الله هنبدا نتعرض للحاجات دي كلها المره الجايه. انا بس الساعه داخل على 10 بقالنا ساعتين فعشان افتح الموضوع للحوار والطلبات المهندسين فانا هوريك بس الموضوع بيمشي ازاي. يبقى هي دي الارنجمنت بتاعنا اهي وببدا اعمل السكيل بتاعي. طب عشان اعرف السكيل بتاعي هو كام في حاجه اسمها بيبر تشيك. تضغط على بيبر تشيك بيحط لك اللوحه على الشاشه. طبعا اللوحه محطوطه بس احنا مش شايفينها لان السكيل بتاعنا 100 لوحه. نعمله واحد ل 100 نعمله واحد ل 100
شايف اللوحة بتعمل ازاي؟ اللوحة جاية سايد فيو، ماشي؟ سايد فيو، لا يا عم والله انا عايز توب فيو، يعني توب فيو. تيجي على الايقونة الأولانية اختار توب فيو، بوتوم فيو، ليفت فيو، رايت فيو، فرونت فيو، بيزك فيو، ايزومتريكس، والكرنت فيو حتى. فانا اختار توب فيو، لقيت حركة ايه؟ وده السكيل بتاع اللوحة، السكيل اللي انا عامله 1 ل 100 او 100 ل 1 ل 100، فهي بالظبط هو ده اللي انا عايزه، ده البيبر تشيك بتاعي. وان شاء الله هنتعرف على كل الحاجات دي المره الجايه، لكن هنكمل في عندنا حاجه اسمها هيدن لاين بايبس، دي هنسيبها زي ما هي دلوقتي. شوف يا باشمهندس، هو هيبدا يعمل دلوقتي جنريت للبايبنج لين اوت، هيطلب منك بس تعمل بوزيشن على اللوحه. فانا هختار مثلا المنطقه دي على سبيل المثال، او في اللين هو فوق عشان اعمل تحت. زي ما حضرتك شايف يا باشمهندس، بدأ عمل لك هنا يقعد التانك اوت، بدأ البامب الاولانيه للبامب الثانيه للفيز اللي اهي بالاكستنشن سبورت السلاحف اللي احنا عاملينها لو فاكرين. هذا البامب بدل المبادل الحراري، مفيش انترنالز طبعا. هذا الفيز اللي هنا هنا. طيب انا لو عايز اظهر حاجه طبعا فتح لك حاجتين تانيين، اللي هي الاورس فيو لاي اوت. الاورس فيو نفسها اتغيرت بقت برنامج تاني خالص. عندك حاجه هنا كيوبس ادجستنت وفي ديت وكيتنج 3 دي وانستيكيشن وجداول وقصه، لكن البرنامج بقى هو برنامج تاني. المهم شاب القصه انه كده انا عملت في البيت لاي اوت. تقدر تعمل ايه بقى؟ تقدر تعمل حاجات كتير جدا. اولها ان انا ابدا احط الدايمنشن اللي انا عايزه، فابدا اعمل سبيسنج، اهي الدايمنشن هنا جاي، ويحط الدايمنشن مثلا بالسنتر بتاعتك كده. معلش اتاكد من السناب دلوقتي السنتر، فانا هقلب كده واختار السنتر واقول له دايمنشن اهي، واختار بس ايه النقطه دي في السنتر. النقطه دي مثلا لمسافه السنتر بوينت بتاعتي، شايف؟ هذا الدايمنشن ده، لو انا عايز الدايمنشن العكس اتحرك الجهه دي يبقى المسافه دي كام؟ على سبيل المثال اللي هي دي كام دول؟ 10 متر في 520، ماشي؟ المسافه ما بين البامب دي والبامب دي انا ديستانس، واجيب السنتر بوينت بتاعت السنتر بوينت بتاعت لقط كله على الناس السنتر بوينت بتاعت ايه؟ طيب هات الغي السناب يا عم، تزعل منك غي السناب خلاص. ايه نوت الميد بوينت؟ المهم يعني ايه ان انت تقدر تحط اي دايمنشن في المسافات اللي انت عايزها. ويعني المهم مش خلص، ممكن تجي حضرتك تجيب مسافه من سنتر ده لسنتر ده وتحط الدايمنشن بتاعتها. ممكن حضرتك تقف على كده وتقول له رايت كليك، هتلاقي في حاجه اسمها بورس اوتوكيت، تعالى على بورس اوتوكيت هتلاقي في حاجه اسمها كيوبنت، قول له كيوبنت ادوتيشن تاج، وبمجرد ما تختار التاج ده هيجيب لك التاج سي ار 001 زي ما احنا كنا راسمين من شويه. الجزء ده تعمل نفس القصه، رايت كليك وكيوبنت، الكيوبنت تاج، وهختار ده هيقول لي حط التاج اللي انا عايز، اقول له مثلا بي 001، وهاجي برضه على الاكيوبمنت ده هقول له رايت كليك فور سابوكيت اكيوبمنت ده، وهختار الاكيوبمنت ده وهحط التاج نمبر بتاعي هو 004. نفس القصه اللي انا كررها في الاكيوبمنت بتاعتي كلها وهكذا. عندي خصائص كتير جدا ان شاء الله هنبدا نشتغل على الفتره اللي فاتت للمحاضره الجايه، وهنشوف ازاي نعمل الكلام ده. انا عايز اخد سيكشن بي مش بس سايد بي، يعني الكلام ده كنت بترسم في 2 دي وخطين وكان ده ماشي زي الفل ومفيش وجع قلب. ليه وجع قلب بالرسمه دي كلها؟ كل ده عشان تطلع لي اقول لها حضرتك بص، هتيجي على الـ على الـ على اسمين خيار الادجسنت فيو ده هختاره، هتلاقي الامر تحت شغال بيقول لك سيلكت اند سيجنال فيو تو كريت ان ادجسنت فيو، فانا هاجي على ده اهو اختاره واقول له ايه من ده عايز مين؟ هو ده البوتوم اللي هو الكرنت فيو، انا عايز البوتوم ولا عايز الليفت ولا عايز الرايت ولا عايز الفرونت ولا الباك. فانا مثلا على سبيل المثال هاخد الفرونت فيو ولا سايد فيو، خلينا ناخد السايد فيو وهاخد فيو وهاخد الليفت فيو، وطبعا ما عملتش غير فيو واحد في المستفيد، فهعمل ليفت فيو اوكي، وهتلاقيه عمل له ايه جنريت زي ما حضرتك شايف كده ممكن احطه. فاللوحه دي لما اعدلها بعد شويه اقول تعالى نحطها.
هيبدا يعمل جنريت كامل للسايد فيو بتاع البلاند ده. هذا السايد فيو بتاع البلاند، هذا الميزه اللي موجوده في الاتش بتاعت الروبوت، وهذا الفيزل الثانيه، وهذا الفيزل ايه، والاسود ده الفاونديشن، وممكن اجي وممكن اجي على نفس القصه دي ولا جاست فيو، واختار الفيو ده اهو واقول له ايه فرونت فيو، فرونت فيو هيبقى جميل جدا، واقول له اوكي واحطه. تعالى بقى نشوف ممكن نحط ايه. طبعا نقدر نحط تفاصيل كتير جدا في البرنامج وبنشتغل يعني التفاصيل دي بنحطها بايدينا، البرنامج مش هيعملها لك. فمثلا عندك ستراكشر ستيبل موديل ده، ممكن اجي دوت واقول له انوتيت، كورس انوتيت، واقول له اوتو ستيب. وهاجي عند النقطه دي مثلا على سبيل المثال الكاميرا ده اختارها، وهيجي دوت يقول لي اوتو ستيب هنا اليفيجن 8 متر. معايا نفس القصه، اجي عند اوتو ستيب اهي، اقول له رايت كليك، كورس انوتيت، اوتو ستيب اهي على سبيل المثال، واختار نفس ده كده مع كاميرا، رايت كليك، كورس انوتيت، اوتو ستيب، اختار الكاميرا دايما وتفصيل هي 4 متر. اختار ده تكون 4 متر. يبقى انا الانفيشن ده كان 4 متر، الانفيشن ده كان 4 متر، وهكذا. برضه اجي ادور على قرص الموتين، قرص الموتين، اقول له اكيوبمنت، اقول له ايه؟ اكيوبمنت، اقول له تاج نمبر، احط التاج نمبر بتاعت الناس اللي هنا. مثلا طبعا تقدر تحط دايمنشن، انت في نقطه كده بعديها الخمس، فتقدر تحط دايمنشن للمسافات بين اي نقطه واي نقطه. فهم سنتر التانك هنا، سنتر البيزل هنا، على سبيل المثال دي المسافه دي طبعا موجوده في الفورمات احسن من كده بكتير، وهكذا. الجميل في القصه ان انت بتطلع في الاخر ملف دي دبليو جي، تقدر تعمله كده، تقدر تحط كل اللي انت عايزه عليه، فيها انوتيشن كتير جدا هتبدا تتعلمها وتبدا تحطها. وكل اللي يهمني من الكلام ده كله هو البوزيشننج بتاعت الكلام ده كله. عندك حاجه اسمها في كل الحاجات دي كلها ممكن تبص عليها واحده واحده، وشايف التفاصيل دي ممكن تبص عليها واحده واحده لغايه ما نيجي المحاضره الجايه نتعرض لمعظمها. وان شاء الله نتعلم. الحاجه الثانيه، انت في اوتوكاد تقدر تحط دايمنشن عند اي نقطه بتشتغل عليها، في اوتوكاد العاديه اللي خالص تقدر تحط دايمنشن، تقدر ترسم، تقدر تاخد ابعاد، تقدر تعمل اي حاجه، واللوحه اللي انت شغال عليها دي بتستوي 1%، وكل حاجه هتكتب زي ما بتقدر. ومع الناس كده 1% الدايمنشن كلها بتطلع ترو، يعني المفروض دايمنشن مش حاجه سكيل برضه. فتقدر تحط الابعاد اللي انت عايزها، تقدر ترسم كل حاجه كل حاجه. يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل لاي اوت بوردر، ده طبعا هنحط ثلاث اقسام اكتر من كده المره الجايه، ونعمل له رينج بنت ونكتب عليه كمان لاي اوت، وهيبقى توتال باور دي يمكن ما تضافش على حاجه كتير قوي، لكن يعني هو ده الفكره ان البرنامج يقدر يعمل لها حاجه زي كده، واللوحه دي لو طلعت لاي حد يقدر يفهم منها الدنيا ماشيه ازاي والرينج بنت بتاعتي ماشيه ازاي. طيب هنا مثلا انا مش ظاهر الخطوط المخفيه، لو عايز اظهر الخطوط المخفيه لو سمحت، لو عايز تعمل ايه الخطوط المخفيه بتعمل حاجتين. اول حاجه بتختار الفيو اللي انت عايز تعدل فيه، يعني مثلا الفيو ده اهو انا عايز اعدل فيه، فهتقول له هنا ايديت فيو، شايف الفيو ايديت فيو، ومجرد ما تضغط على ايديت فيو هيقول لك مين؟ هيقول لك سيلكت فيو بورد. انا اختار الفيو بورد مثلا ده، هيرجعك للصفحه الاولانيه اللي خالص. الاولانيه اللي خالص اللي بتعدل فيها كل حاجه، ويهاجي هنا مثلا على سبيل المثال يقول له قول هيدن لاينز، ان انا عايز اسمع كل اللي هيدن لاينز، واعلمك حاجات كتير جدا المره الجايه، واعلمك ازاي تاخد سكاشن وتظهر كل اللي انت عايزه بتفاصيل. بمجرد ما اقول له اوكي علامه الصح ده هيبدا يظهر كل الخطوط المخفيه زي ما حضرتك شايف، وهيبدا يعمل ابديت للفيو كامل. شايف كم التفاصيل اللي هو حطها زياده، حط لك كل الهاندريلز، حط لك السيرفرات، حط لك السيرفرات، حط لك الموزيلات، يعني كل الخطوط هنا ما عدتش حدود. فالتفاصيل كلها ظهرت في الانترنال في حته بتاعت الاكيبمنت، فانت بتتحكم في التفاصيل دي كلها وما تقلقش من حاجه بتبص عليها. الحاجه الثانيه انه شايف الصاحب اللي في النص ده، انت ممكن تتحكم منه في السكيل، لو السكيل مش عاجبك مش شرط ترجع ورا تاني، ممكن اعمل واحد 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 اثنين واحد 10 واحد 50 وهكذا، فاقدر اتحكم في السكيل زي ما انا عايز. وهنتعلم حاجات طبعا كتير جدا المره الجايه. في برضه خصائص هنا، انت ممكن تحط كل الفتره اللي هنتعلمها في الكتاب ممكن تحط سيجنال اديوكيشن اهي، تختار هنا تقول لك ايه كومبوننت سيلكت كومبوننت كومبوننت، فانا هاجي على الكومبوننت دوت، وبعدين بقول لك سبيسفاي اديوكيشن تايب وكومبوننت اديوكيشن. ف هتبدا انت تاخد الخطوه تبدا تشتغل وتحط كل الاديوكيشن وتحط كل اللي انت عايزه، والامور بسيطه وسهله ومفيش احسن من كده. كده نبقى خلصنا.
بكده نبقى خلصنا محاضرة النهاردة. بكده نبقى خلصنا محاضرة النهاردة عشان ما نقولش على أكتر من كده. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ تاني من الكوب بيندرينج أوت، وإزاي نخرج ملف جديد أبو جي في بيئة الأوتوكاد العادية. أي حد بقى يبدأ يشتغل عليه ويبدأ يحط الكومنتات ويبدأ يشتغل عليه ويبدأ يقارن التوصيل والتوصيل. الناس كلها بقى تبدأ تشتغل عليه من 3 دي موديل. أنت لازم تطلع 2 دي داتا كومنج، الناس كلها تبدأ تشتغل. فأنت فأنت تبدأ تشتغل على التفاصيل دي واحدة بواحدة، وتطلع كل المخططات إن شاء الله. تتعلم أقول لك إيه في خصائص بقى الدايمنشنز، خصائص كتير جدا. اللي أنت ترسم دايمنشن بالتالي، ترسم دايمنشن بالتالي عمودي، ترسم دايمنشن بقى بالذكر. المهم يعني تقدر تخصص كتير جدا تقدر تلعب فيها على قد ما تقدر لغاية المحاضرة الجاية إن شاء الله. أنا فتحت موضوع الأسئلة دلوقتي، لو عندك أسئلة اتفضل يا باشمهندس عبد الرحمن. طيب باشمهندس عبد الرحمن سابقكم شويه، وغالب طالب طلب معلش عشان تزعله. بص باشمهندس عبد الرحمن، مهندس عبد الرحمن عنده خط بايبنج وعايز يعمل عليه بي اس بي، والبي اس بي مضايقه جدا. بقول لحضرتك اول حاجه لو سمحت تيجي نوم على الداتا مانجر بتاعتك، في حاجه نوم سورس فايل، في حاجه نوم اللي اسمها السبيك باي سبيك. مبدئيا في الحاله اللي احنا فيها دي انا بقول لحضرتك روح على سي اس 600، فين سي اس 600 على سبيل المثال؟ سي اس 600 اعمل على رايت كليك ولود السبيك اديتور. انت السبيك ده هيفتح لك برنامج تاني خالص اسمه السبيك اديتور، ان شاء الله هنتعلمه في المرحله الجايه، يعني مثلا كمان ثلاث اربع محاضرات كده هتلاقيه ان شاء الله عليه. السبيك اديتور ده اللي بيجيب لك كل بساطه الماتيريال، كل اللي مطلوب من حضرتك يا باشمهندس عبد الرحمن. هتيجي نوت على الازمي كتالوج وتختار ازمي فولفز كتالوج، وهتيجي نوت تختار ايه؟ انت عايز بي اس بي، هتختار نوت مين؟ بريشر سيفتي فولف. انزل غير مكان بريشر سيفتي فولف، او مثلا بريشر سيفتي فولف عندك هنا ايه؟ ار بي جي وريست فيس، فانت اختار اي واحد فيهم. انا اختار ده بريشر سيفتي فولف، او ممكن انا اسمي كده هات الشورت سكريبشن واختار منه بريشر سيفتي فولف انت نوت علشان بايلوت اوبريتد ولا سبرينج اوبريتد. خلينا ايه؟ سبرينج لودد والغي دي. فهنا سبرينج لودد واختار منه الريتنج، انا مثلا اختار كلاس 3 على سبيل المثال، وهختار منه الريست فيس بس. فانا حددت الموضوع كده اتحصل شويه حاجات. انا عايز مثلا الفيس بتاعه يكون 3 بوصه، فانت عارف ان 1 ونص 2 بوصه، من 4 ل 4، من 6 ل 6، من 1 ونص ل 1 ونص. طيب هنشتغل مثلا على الاربعه بوصه، هعمل لك واحده اربعه بوصه اهو. فهتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تختار ده كده وتقول له اد ستوب. لما تدخل هتخش نوع، هتلاقي في حاجه اسمها بريشر ريليف فالف سبرينج لودد، وهتلاقي الضغط. لو تضغط على دبل كليك بتلاقي المسافه 4 على 6 4 على 6 4 على 6. ايه كل ال 4 على 6 ده؟ تعالى في الاخر نضغط البريشر ريليف ونختلف، عشان بس ما توجعش قلبك الوجع اللي هناك. شايف البريشر كلاس 150 600 300، فانا هعمل ايه؟ انا هسيب 300 بس، فانا هو ده اللي انا عايزه. فاعمل ايه؟ تعالى في الاول خالص ده اللي انا عايزه، فاجي على ده اهو وده اهو وده اهو، بعلم الامر. لما اعلم هنا يعني ايه ريموف فروم سبيك، بمجرد ما اقول ابلاي هشيل الباقيين واسيب لي ده بس. ده انا واثق ان البريشر ريتنج بتاعه كام؟ البريشر كلاس بتاع الخانه الاولانيه 300، والبريشر كلاس بتاع الخانه الثانيه 150. ماشي يا باشمهندس عبد الرحمن؟ تمام كده؟ واقول له ابلاي واقول له اوكي. يبقى انا كده في السبيك اللي هي سي اس 300 بقى عندي بريشر ريليف فالف، لانه دايما الكاستم بارتس بتعمل لي مشاكل. ماشي يا باشمهندس؟ وهقول له كلوز. لما يقول لك سيف قول له سيف لو سمحت، وتعالى هنا اقعد خالص. معلش انا هطلع من دي شويه، هاجي نوت. تعالى نجيب البريشر سيفت فالف بتعمل ايه؟ هتيجي تفتح بس السي اس 300 هو مفتوح اهو، وبعدين تنزل هنا تجيب البريشر سيفت فالف. طبعا انت ممكن تقعد تدور عليه كتير جدا ما تلاقيهوش، لو ما لقيتهوش هنا هو موجود اهو. لو ما لقيتهوش هنا بتعمل ايه؟ بتيجي حاجه اسمها السبيك اديتور اهي، السبيك فيور، بتفتحه. هي نفس السبيك اللي احنا عاملينها، هتلاقي اخر واحد بتختاره بدوت، بتقول له انسرت الموديل، وهتبدا تعمل له بوزيشن، تحط له مثلا 0 ديجري، اهو اتحط هناك اهو، اهو اتحط هناك اهو، اعمل اسكيب للامر، اهو اتحط. ماشي يا باشمهندس؟ او هو نفسه اللي جايبه لي سبيك اهو، ونقعد عليه كليك وتحطه. كويس ان انا وريت لك بجد عشان مش راضي تفهمني. طيب يبقى هات الاسبيك اديتور تاني اهو، الاسبيك فيور وبريشر ريليف فولف، وتقول له انسيرت الموديل ونحطه. تقول له زيرو.
ماشي يا محمد عبد الرحمن. طيب احنا اتفقنا ان الفلانج ده ايه الريتنج بتاعها كام؟ الريتنج بتاع كلاس 300، والفلانج الثاني ده ايه الريتنج بتاعها كام؟ الريتنج بتاع كلاس 150، بس هو كده بين غلط عشان كده البريشر سيف برضه من الحاجات اللي لكن هو عامه الخط الصغير اللي هو هتلاقيه محمد، والخط الكبير هتلاقيه خفيف. فانت بس هتيجي ده على سي اس 300 هيفتح لك الفلانجات بتاعتك، هتختار اي فلانجه، فلانجه ريست فيس كلاس 300 هتيجي اهو. اول ما تقول النقطه دي لو سمحت شغل الاند بوينت، شغل الاند بوينت عشان يربط معاك. اول ما تيجي عند النقطه دي يربط معاك وتحط الاورينتيشن بتاع الفلانجه زيرو وتقول له سكيب ويرسم الخط بتاعك زي ما انت عايز خالص، هتلاقيه معاك. ولو جيت لفيت هتلاقي الجسد محطوط زي ما انت شايف. ده السيمبل بتاع الجسد ارينجمنت ان شاء الله هنقعد في المحاضرات الجايه. يبقى انت كده ايه عملت الخط بتاعك. طيب الخط الثاني ده هتعمل ايه؟ تروح حضرتك على سي اس 150، سي اس 150 وهات فلانجه. ما تقلقش من السايز، مش ازمه السايز يعني، هو كده كده حتى لو السايز غلط هو بيقول السايز لكن ما بيقولش السبيكت. وهات انا اعمل له روتين بس شويه عشان مش شايفين. هتجيب الفلانجه 150 فلانج اهي برضه كلاس 150. اول ما تيجي هنا برضه هتقلق معاك وزيرو، وادي عملنا الفلانجه الثانيه اهي، واسحب منها وارسم الخط بتاعك. وكان الله يحب المحسنين. اتمنى ان الامور فادتك يا باشمهندس. الجماعه اللي مش واضح معاهم الموضوع وكانك ما شفتش حاجه، ان شاء الله هنتكلم عن الكلام كله بالتفصيل. نرجع للاسئله ثاني. الباشمهندس ادوار كان عنده سؤال غريب شويه، اتفضل يا باشمهندس ادوار. الله يبارك فيك يا باشمهندس ادوار، سؤال غريب يا عم اتفضل. تسلم. مهندس ادوار. طيب حد عنده اي اسئله يا شباب؟ الله يبارك فيكم. والله ان شاء الله هرفع لكم الداتا كلها، ما تقلقوش من اي حاجه. الفيديوهات دي موجوده على اليوتيوب اللي هي اللي انا هحضركم، معلش ضيعوا شويه وقت فيها. خلينا عشان كيف دي الفيديوهات حضراتكم الصفحه بتاعتها بصراحه بتاعت بيت المنترا ممتازه ممتازه ممتازه، فيها تفاصيل رائعه رائعه. الحاجه الثانيه اللي هو البي اي بي ستاندرد ان شاء الله هبعت لكم اللينكات بتاعته، هننزلهم على فورشيت. فورشيت بلاش فورشيت اللي بيجيب اعلانات سفر، انا هبعت لكم اللينكات بتاعته ان شاء الله، ارفعنا على ميديا فاير وابعت لكم اللينكات بتاعته. شباب حد عنده اي اسئله يا شباب؟ الله يبارك فيكم. طيب بكده يبقى خلصنا محاضره النهارده، وان شاء الله المحاضره الجايه هيبقى لنا فيها كلام تاني. وأشوفكم على خير.